ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نبتدي بقى النهارده، الناس جاهزه معايا؟ ان شاء الله باذن الله النهارده هيبقى هنقول المحاضره اللي فاتت اللي احنا اخدناها في المحاضره اللي فاتت باذن الله. ماله الحضور استاذ مجدي؟ لا، هو انا اصلا هبتدي تاني قدام المحاضره اللي فاتت، لان المحاضره اللي فاتت كانها ما اتاخدتش، فانا هبتدي منها تاني. وربنا يسهل يا رب والشير يساعدنا. سيكول سيرفر 2005؟ لا، هو مفيش فرق. تمام، ان شاء الله متي يساعدنا النهارده ونشتغل كويس باذن الله. هناخد المحاضره اللي فاتت كامله، نحاول ناخد درسين كده مع بعض. استاذ وسام او استاذه وسام، احنا لسه ما دخلناش خالص في الفيجوال ستوديو. استاذ علاء، المحاضره اللي فاتت تقريبا اتلغت، ما عرفناش نشرح فيها حاجه، كان في ضغط جامد على الروم اللي احنا كنا فيها وما عرفناش نعمل اي حاجه خالص، فهي المحاضره اتلغت. ان شاء الله نعيدها كأن دي المحاضره الاولى. تمام. اللغة اللي بيتكتب بيها الأوريكال لغة مختلفة شوية عن السيكول، بس مختلفة اختلافات بسيطة مش كتير. طيب نبتدي. طيب أنا هستأذنكم، هنقفل الشات تمام، وأنا شوية وهرجع تاني هفتحه لحضراتكم. صدى صوت جامد. في ناس بتقولي صوت كويس وناس بتقولي في صدى صوت. طيب تمام. طيب هنبتدي بقى، انا هوقف الشات. تمام. المرة اللي فاتت انا اديت مقدمة سريعة عن عن الكورس اللي احنا هناخده او عن الدبلومه اللي احنا هناخدها، وده انا شايفه ان احنا مش هنضيع فيه وقت تاني، ده فعلا اترفع على الموقع بتاع الاكاديميه. فانا هبتدي، دلوقتي ان شاء الله هبتدي على طول في السيرفر خلاص 2008. وبالنسبه للناس اللي كانت بتسالني السيكوال سيرفر 2008 والسيكوال سيرفر 2005، اللي عنده 2005 يشتغل عليه عادي مفيش مشكله. انا زي ما انا قلت، انا مش محتاجه التولز كلها، انا مش محتاجه بس غير اني انا اعرف لغه الاس كيو ال اللي انا هشتغل عليها. خلاص. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه هبه. تمام. طيب انا هبتدي دلوقتي ان شاء الله، وربنا يسهل يا رب ويساعدنا والشاشه تشتغل. ستارت. انا هبتدي اسجل. تمام. هبتدي ادخل على السيكوال. تمام. اللينكات بتاعت البرنامج اللي احنا بنشتغل عليه انا اوريدي رفعتها، والدعم الفني مشكور هيرفعها لحضراتكم النهارده ان شاء الله. انا بعت له الملف كامل اللي فيه الحاجات اللي هتساعدنا واحنا بنعمل سيت اب للسيكوال. بصوا يا جماعه، الاول السيكوال، سيكوال سيرفر شويه هيحتاج مننا، هو مين اللي فتح الشات تاني ده؟
السيكوال سيرفر ده من البرامج اللي بتحتاج شويه تعب ومجهود عقبال ما بيتسطب اول مره، بس انا لو عرفت السيت اب بتاعه اول مره عندي على الجهاز هعرف بعد كده ازاي اسطبه وانا مغمض. تمام، هو سهل مش صعب. انا جبت كتاب PDF موجود، انا هرفعه لحضراتكم. تمام، الناس هتقراه، الناس هتقرا البي دي اف ده، واللي هيحتاج اي حاجه المحاضره الجايه ان شاء الله احنا هنتكلم فيها، بس انا كنت عايزه الناس الاول تجرب تقرا الكتاب ده وتجرب لوحدها قبل ما انا اعمله. انا ممكن انا اعمله، بس انا عايزه حضراتكم تقروا الاول. خلاص، انا عايزاكم تقروا البي دي اف وتحاولوا الاول مع نفسكم. تمام، اللي هيقدر وهيعدي تمام مفيش مشكله، واللي مش هيقدر هساعده المره الجايه ان شاء الله ونسطبه عنده. تمام، طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي تاني. استاذه هبه، بالنسبه للشير بتاع الشاشه، استاذه هبه دعم فني، هبه عادل، بالنسبه للشير بتاع الشاشه، الشير شغال؟ طيب تمام، حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي بقى بالسيكوال. عندي سيكوال سيرفر، سيكوال سيرفر 2008. بس قبل ما ادخل في السيكوال سيرفر انا عايز اعرف يا جماعه يعني ايه قواعد بيانات. انا السيكوال ده عباره عن برنامج، سيكوال سيرفر ده عباره عن برنامج انا هستعمله دلوقتي عشان اعمل قاعده بيانات. طب يعني ايه قاعده بيانات اصلا؟ قاعده بيانات، احنا قلنا المره اللي فاتت ان قاعده البيانات دي عباره عن مجموعه منظمه ومرتبه من البيانات اللي موجودة عندي. دي عبارة عن حاجة شايلاني شوية بيانات مترتبة وفي علاقة ما بينهم وبين بعض. طيب البيانات دي أنا هستفيد بيها في إيه؟ البيانات اللي موجودة عندي دي أنا هستفيد بيها، هحتاج لها عشان أنا هسأل عنها بعد شوية. فبدل ما أنا بروح بشيلها في ورق، الورق ممكن يتقطع، ممكن يندلق عليه حاجة، ممكن يضيع مني، ممكن لا قدر الله يتحرق، ممكن أي حاجة. لا، أنا هستعمل قاعدة بيانات عندي، أبقى حاطاها عندي على جهاز الكمبيوتر بتاعي، ولو أنا خايفة عليها، لو فيها بيانات مهمه قوي وانا خايفه عليها، انا هقدر اروح واعمل عندي باك اب ليها واخدها في مكان امن. لو قاعده البيانات اللي عندي على الجهاز لا قدر الله حصل لها حاجه، دخل فيروس او دخل اي حاجه عندي بوظها، لا انا وقتها بقى هقدر اعمل ايه؟ هقدر اروح واجيب اعمل استعاده قاعده البيانات نفسها وارجع بياناتي زي ما كانت. يبقى انا كده محافظه على مين؟ محافظه على حاجتي موجوده عندي. دي قاعده البيانات اللي عندي. طب انا بعملها بايه؟ بعملها ببرنامج السيكوال. طيب معظم البرامج زي ما احنا قلنا اللي موجوده في مصر، معظم البرامج يا جماعه هي عباره عن اداره لقواعد البيانات. معظم البرامج اللي موجوده عندي اداره لقواعد البيانات. انا بعمل قاعده بيانات باي برنامج ايا كان، بالاكسس، بالسيكوال، بالاوريكل، باي حاجه، وانا ببتدي بعدها ببتدي اشتغل اعمل له واجهه بالبرمجه، واجهه برمجيه ابتدي ادير قاعده البيانات منه، ابتدي اعمل الصلاحيات لكل واحد، مين يدخل ومين ما يدخلش، مين يشوف ومين ما يشوفش، ابتدي ادي لكل واحد زرار يقدر يعمل منه انسرت، يقدر يدخل بيانات، يقدر يشوف بيانات، يقدر يجيب بيانات، يقدر يحذف بيانات، يقدر يعدل بيانات، الكلام ده كله. طيب قاعدة البيانات عايزين نضرب عليها مثال زي اللي موجودة فين. تعالوا ادخلوا أي مستشفى من المستشفيات الكبيرة شوية، اسأل على أي مريض موجود، بعد إذنك اسأل في الريسبشن تحت على المريض، أنا عايز أسأل على المريض الفلاني. هتلاقي الريسبشن مجهز، هتلاقي فيه موجود جهاز كمبيوتر، الراجل اللي واقف على الكمبيوتر بيقول لحضرتك ثواني معايا، وبيقف على جهاز الكمبيوتر بيكتب اسم المريض على الجهاز، بيطلع له بيانات كامله، فبيقول لحضرتك هو موجود مثلا في الدور الفلاني قسم كذا في الغرفه كذا. الحاجات دي محفوظه فين؟ الحاجات دي محفوظه في قاعده البيانات. في حد دخلها في قاعده البيانات؟ اللي عمله الموظف ان هو سال، لما حضرتك سالته بدل ما يجيب ورق ويقعد يفر قدامك، لا هو راح على قاعده البيانات اللي متخزنه عندي على الجهاز، وابتدى يروح وابتدى يدور جوه قاعده البيانات اللي موجوده عندي دي عن المريض ده، وابتدى يلاقيه. المريض ده وهو خارج يا جماعه هو بيوقفه الاول قبل ما يخرج، بيشوف على جهاز الكمبيوتر اللي عنده المريض ده دافع حسابه كامل ولا لا، لان الكلام ده كله متخزن جوه قاعده البيانات، هو بيخزن الكلام ده كله جوه قاعده البيانات بتاعتي. تمام، جه المريض ده دفع كل اللي عليه، بيقول له مع الف سلامه حضرتك، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل. ما دفعش، لا حضرتك هتتفضل تستنى معانا لحد ما باقي الحساب بتاع حضرتك بيخلص. الكلام ده كله هو عارفه منين؟ الكلام ده كله عارفه لانه متخزن على قاعده البيانات عنده.
في اتصال مباشر مع الحسابات، الحسابات كتبت ان المريض ده دفع فلوسه ولا لسه، عنده يا جماعه الحساب ده خالص ولا لسه مش خالص، عنده بيانات كامله، الدكتور صرح له بخروج ولا ما صرحلوش بخروج، عنده بيانات كامله عن الراجل اللي موجود قدامه، عن المريض اللي موجود فين، اللي موجود قدامه. انا عايزه قاعده البيانات ليه؟ عشان اخزن فيها الكلام ده كله، ادخل فيها كل البيانات دي كلها، وفي نفس الوقت اقدر اجيب البيانات دي في اي وقت انا عايزه. انا هبقى عارف ان انا من 10 سنين دخلي 20 مريض السنه دي، هبقى عارف ان انا من 5 سنين دخلي مريض. مريض من المرضى حصل معاه مشكله لا قدر الله، اقدر اروح لليوم ده جوه قاعده البيانات المتخزنه بياناته، واقدر اجيب بيانات الناس كلها اللي كانت شغاله في المستشفى اليوم ده، واعاقب الراجل اللي هو اللي اتسبب في الموضوع ده. مريض بيشتكي لي مثلا اتسرق منه حاجات معينه، اقدر اجيب الامن اللي كان شغال. طبعا احنا عارفين ان الناس دي بتبقى شغاله ورديات، حد شغال الصبح حد شغال بالليل. هو بيقول لي انا مثلا من شهر فات انا جيت هنا المستشفى واتسرق مني كذا كذا كذا. طب انا من شهر انا مخي مش دفتر، مش عارف مين اللي كان شغال من شهر. كل الناس بترمي على بعض، لا تعالى هات لي اليوم ده، اعملي سيرش او اعملي بحث على اليوم ده جوه قاعده البيانات بتاعتي. جاب لي بيانات اليوم كامل، اللي كان شغال من الساعه كذا للساعه كذا هو الراجل الفلاني، واللي كان شغال من الساعه كذا للساعه كذا الراجل الفلاني. تعالى يا حاج انت اتسرقت الساعه كام؟ انا اتسرقت، انا دخلت المستشفى عشان ازور حد معين من الساعه كذا للساعه كذا، فانا اتسرقت. اه تعالى بقى انت موظف الامن اللي كنت مسؤول، ما ترميش على غيرك، تعالى لي دلوقتي وقول لي مين اللي سرقه وايه اللي حصل اليوم دوت، والراجل ده لما اشتكى لك انت ما جبتلوش حقه ليه؟ الكلام ده كله ازاي انا بقدر اعرفه؟ يا اما خزنه على ورق يا اما خزنه في قاعده البيانات. تخيلوا مدى صعوبه الحاجات دي لو انا بخزن كل الكلام ده على ورق يا جماعه، هياخد مني وقت طويل في التخزين وفي ان انا بدور، هياخد وقت طويل جدا. لكن قواعد البيانات معموله عشان تسهل عليا. يبقى قاعده البيانات دي عباره عن ايه؟ شويه جداول فيها بيانات، البيانات دي منظمه بطريقه معينه ومترتبه وفي علاقه ما بينها وما بين بعضها، البيانات دي كلها على بعضها بيانات شركه معينه، بيانات مستشفى معين، بيانات بنفس الطريقه كده زي ما احنا بنقول. طيب قاعده البيانات دي عشان انا اروح اعملها انا بستعمل برنامج من البرامج اللي احنا ابصر بيه قواعد البيانات، هو برنامج الاكسس، مايكروسوفت اكسس. انا دلوقتي هروح عندي واستعمل السيكوال، البرنامج اللي هو السيكوال سيرفر، تمام، البرنامج اللي عامله لي مايكروسوفت عشان خاطر اقدر اعمل بيه قواعد البيانات بتاعتي. انا هروح على السيكوال اهو، ادي السيكوال، هروح عندي على المانجمنت ستوديو. انا مش هست... انا هستعمل المانجمنت ستوديو ده الاستوديو اللي انا هكتب من خلاله الاكواد بتاعتي. طيب قبل ما يبتدي السيكوال يفتح انا عايزه اعرف نبذه مختصره عن اللي هو مين، عن يا جماعه لغه الاس كيو ال. يعني ايه لغه الاس كيو ال؟ تعالوا كده نجيب صفحه من هنا ونبتدي نكتب. اس كيو ال يعني ايه؟ اس كيو ال يا جماعه، اس كيو ال يعني structured query language. يعني ايه structured query language؟ دي اللغة بتاعة الاستعلام عندي. احنا لسه قايلين من شوية ان انا هخزن في قاعدة البيانات دي بيانات عشان هسأل عنها بعد شوية. طيب البيانات دي او عشان اعمل قاعدة البيانات انا بستعمل ايه؟ انا بستعمل لغة اسمها SQL. لغة السيكوال دي يعني ايه؟ السيكوال دي اختصار لكلمة Structured Query Language. يعني ايه Query Language؟ يعني ايه Query؟ Query يعني استعلام، يعني استفهام، يعني سؤال أنا بسأله. طب أنا بسأله مين؟ بسأله قاعدة البيانات. هي قاعدة البيانات هتتكلم معايا؟ لا، أنا لما أسألها هتمدني بالمعلومات اللي موجودة جواها بطريقة برمجية معينة، أنا هخليها لما أسألها سؤال ترد عليا بكل البيانات. هتيجي بيانات الموظف الفلاني ترد عليا وتجيب لي بيانات الموظف اللي أنا عايزاه. هتيجي بيانات المريض الفلاني تجيبه لي. هتيجي بيانات الكاستمر الفلاني تقوم جايبه لي. الكلام ده انا هعمله ازاي؟ الكلام ده هعمله عن طريق ان انا ابني في الاول قاعده بيانات عن طريق استعمال اللانجوج دي اللي هي السيكوال او ستراكشر كويري لانجوج. ستراكشر كويري لانجوج يا جماعه دي لغه سهله قوي من اللغات اللي موجوده عندي، من لغات البرمجه اللي موجوده عندي، تمام؟ احنا طبعا هناخد مقدمه عن البرمجه ان شاء الله لما نيجي ناخد السي شارب، بس السيكوال انا مدياه في الاول كنوع من انواع التفتيح للبرمجه قبل ما ادي حتى المقدمه، لان هو فعلا بجد مش محتاج مقدمه، تمام؟ انا هبتدي ان شاء الله لما نيجي ناخد السي شارب، لما نخلص السيكوال باذن الله ونعمل بروجكت عليه او نعمل قاعده بيانات كامله عليه،
هندخل ان شاء الله لما نيجي ندخل في السي شارب او ندخل فيها هناخد مقدمه عن البرمجه، بس البرمجه عن اللغات اللي اتقال عليها بقى لغات اللي فيها جمل كتير جدا وفيها كلمات كتير جدا اللي هي المفتوحه. لكن السيكوال ده على قد ما هو صحيح لغه برمجه بس هو حاجه سهله قوي، بيتكون من كام جمله صغيره او كام كلمه صغيره ما يتقالش عليها ان هي حاجه كبيره، تمام؟ مش محتاجه مقدمه، مش محتاجه اي حاجه. فاحنا هناخده زي نوع من انواع التفتيح للبرمجه، تمام؟ عشان نفهم انا ممكن اشتغل ازاي على او لغات البرمجه دي ممكن تعمل لي ايه. انا بس هتفرج عليها عن طريق السيكوال دي، وبعدين ان شاء الله هناخد مقدمه للبرمجه نفسها باذن الله قبل السي شارب. طيب السيكوال او ستراكشرد كويري لانجويج زي ما احنا بنقولها لغه الاستعلام، اللغه اللي انا عن طريقها بعمل قواعد بيانات، بدخل فيها بيانات، بعدل في البيانات، انا بلعب كله في البيانات عشان انا بعد شويه هسال قاعده البيانات عن البيانات دي وتقوم تجي لي. طيب السيكوال ده زي ما قلنا بيتكون من كام كلمه صغيره، انا بكلم بيهم الكمبيوتر بديله اوامر فبيقوم ينفذ، او بكلم بيهم السيرفر بتاعي بديله اوامر بيبتدي ينفذ. عشان يسهلوها لي اكتر، يعني رغم انها سهله بس عشان يسهلوها لي اكتر اسموها هي نفسها السب لانجوج، اسموها لغات ثانيه فرعيه تحتها. اسم السيكوال اللي موجود عندي ده للغات ثانيه تحتها. اسموها لي ايه؟ أول لغة أولانية اسمها دي دي ال، دي دي ال اللي هي إيه؟ دي أول لغة موجودة عندي، أول لغة موجودة عندي أو سب لانجوج موجودة تحت السيكوال، دي دي ال، دي دي ال اللي موجودة عندي دي يعني إيه؟ يعني داتا ديفايننج ديفايننج لانجوج. لغة التعريف، لغة التعريف سوري. لغة التعريف يعني ايه؟ لغه التعريف انا هعرف ايه؟ هعرف حاجات موجوده جوه قاعده البيانات بتاعتي. طب الحاجات دي ممكن تبقى زي ايه؟ ممكن تبقى زي جداول، ممكن تبقى زي حاجات تانية هنعرفها بعد شويه، او ان انا اعرف قاعده البيانات نفسها. انا بنشئ كائن معين او بحط كائن معين او بحط مكون معين من مكونات قاعده البيانات او قاعده البيانات نفسها، بديلها تعريف في الدنيا، بعرفها، بقول انها موجوده. طيب ايه الكلمات اللي تخليني اعرف قاعده البيانات دي؟ الكلمه الاولى كرييت، كرييت يعني انشئ لي او اعمل لي قاعده بيانات، انا كده بعرفها، بقول انها موجوده. طيب ممكن ايه كمان؟ انا ممكن قاعده البيانات اللي موجوده عندي دي اشيلها خالص من الدنيا. ازاي؟ الغي تعريفها، انها ما تبقاش موجوده، عن طريق كلمه مين؟ عن طريق كلمه دروب. دروب يعني وقعها لي، ضرب للجدول ده فوقعه لي، ضرب لقاعده البيانات دي فتقع، تتشال خالص من عندي، ما تبقاش موجوده عندي، يبقى كريت ودروب، تمام؟ ايه كمان؟ لما يبقى عندي كائن معين وانا بعرفه ونسيت فيه شويه حاجات عايز اعرفها له زياده، او عايز احطها فيه، او عايز اعدل في تركيبه شويه، هعرفه تعريف جديد او هخليه حاجه جديده، هعدل فيه شويه حاجات فهخليه حاجه جديده. فعندي هنا حاجه اسمها التر، التر اللي موجوده عندي دي للتعديل في الكائنات اللي موجوده عندي، فكان انا بعرفهم او بديهم مكونات جديده، فكان انا بخليهم من جديد كائنات ثانيه، برضو انا بعرفهم من جديد، بعرف مكونات من مكوناتهم من جديد. يبقى انا عندي كرييت ودروب والتر يا جماعه، دي حاجه تبع السب لانجوج اسمها دي دي ال اللي هي داتا ديفايننج لانجوج اللي هي اللغه اللي موجوده من تحت السيكوال. طب اللغه الثانيه بقى، احنا عمالين نقول قاعدة بيانات وشركة ومستشفى والكلام ده كله، طبعا ما ينفعش اي حد يدخل على البيانات بتاعتي، لازم اعمل كنترول على البيانات اللي موجودة جوه، مش اي حد يدخل يتفرج عليها، مش اي حد يدخل يضيف، مش اي حد يدخل يمسح، والا كان المرضى قعدوا على الجهاز ده وكنا قلبناها، تمام؟ وإذا مثلا كان الكاستمر بتوعي قاعد على الجهاز، أي حد معدي في الشارع كان قاعد على الجهاز بتاعي، لا أنا لازم أعمل كنترول على بياناتي، لأن دي حاجة مهمة، فيها بيانات سرية، فيها بيانات عملاء، فيها بيانات مرضى، فيها بيانات حسابات، أنا مش عايز حد يعرف حساباتي، ليه الناس تعرف حساباتي؟ أنا مش عايز حد يعرف حساباتي، ليه الناس تعرف أنا كسبت قد إيه أو خسرت قد إيه؟ ليه الكلام ده كله؟ ما الكلام ده كله بيضرني أنا في الأول ولا في الآخر، أنا لو شركة طلعت بيانات العملاء بتوعي، حد قاعد على الجهاز واخد بيانات العملاء بتوعي، يبقى انا كده الشركه ماليش لازمه، الشركه ماليش مصداقيه، تمام؟ يبقى انا لازم اعمل كنترول على الكلام ده كله. طب اعمل الكنترول ده ازاي؟ عن طريق السب لانجوج الثانيه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن لغه اسمها دي سي ال، دي سي ال اللي هي عباره عن ايه؟ داتا كنترول، كنترول لانجوج. دي اللي هي اللغه اللي موجوده عندي اللي بتديني الصلاحيات كامله، ان انا بقدر احط بيها الصلاحيات لكل واحد يشوف ايه، لكل اليوزرز اللي موجودين عندي يشوفوا ايه او ما يشوفوش ايه. طيب ايه اللي موجود فيها؟ اللي موجود فيها ثلاث جمل، ريفوك جرانت و ديناي. ايه الجيل ده؟ ايه المعنى ده؟
خلي بالي كل الصلاحيات، شيل من ده كل الصلاحيات. الثلاث كلمات اللي موجودين عندي دول هم الخاصين بعمليه الصلاحيات اللي موجوده عندي على قواعد البيانات جوه السيرفر بتاعي. يبقى دي اللغه الثانيه اللي موجوده عندي. طيب ثالث لغه موجوده عندي، تمام، انا كده عملت الكائنات اللي موجوده عندي، عملت قاعده البيانات وعملت جواها الجداول، بس الجداول دي لسه فاضيه، لسه لا دخلت فيها بيانات ولا عدلت في البيانات بتاعتي ولا مثلا شلت منها ولا حطيت جديد ولا الكلام ده كله. في لغه بقى خاصه باللعب بالبيانات اسمها ايه؟ اسمها دي ام ال، داتا مانيبيوليتنج لانجويج، دي ام ال، دي للعب بالبيانات نفسها، دي ام ال، داتا مانيبيوليتنج لانجوج، دي اللغه اللي موجوده عندي اللي انا بلعب فيها بالبيانات. طيب انا بلعب بالبيانات ازاي؟ بقدر اعمل البيانات اللي موجوده عندي دي انسرت، اقدر اعمل للبيانات دي ديليت، امسح البيانات اللي موجوده عندي دي، تمام، اقدر اعمل للبيانات اللي عندي ان انا اعدل فيها، اعدل فيها يعني اعمل لها ايه؟ اعمل لها ابديت، تمام، اعدل في البيانات اللي موجوده عندي. طيب اخر لغه موجوده عندي، احنا بنعمل الجدول وبنعمل قاعده البيانات وبندخل فيه البيانات وبنعدلها وبنمسح منها وبنحط جديد والكلام ده كله، بندي صلاحيات، عشان اهم حاجه في الموضوع ده كله اللي متسميه عشان السيكوال بالستراكشر كويري لانجوج، اخر لغه موجوده او اخر سب لانجوج موجوده تحت السيكوال اللي هي الاس كيو اي، اللي هي الدي كيو ال، اللي هي الداتا كويري، دي اللي بتشمل اهم جمله من جمل السيكوال اللي هي جملة سيلكت. جملة سيلكت يا جماعة يعني هاتلي او اعملي سيلكت او دورلي على الحاجة اللي موجودة عندي كويري، هو ده بقى الاستعلام بتاعي اللي انا هسأل عن طريق قاعدة البيانات. سيلكت، اعملي سيلكت على الموظف الفلاني، اعملي سيلكت على المريض الفلاني، اعملي سيلكت عندك على الكاستمر الفلاني، تمام. كل الكلام ده احنا هنشوفه ان شاء الله بترتيبه لما نيجي ندخل جوه الكلام ده كله، تمام. يبقى اربعة عندي اللي هي اللغة الاخيرة اللي هي السب لانجوج الاخيره اللي هي دي كيو ال. دي كيو ال دي معناها ايه؟ داتا كويري لانجوج، وبتشمل اخر جمله موجوده عندي اللي هي جمله سيلكت. لغه السيكوال يا جماعه هي الكام جمله اللي موجودين عندي دول، كرييت ودروب والتر، ريفوك وجرانت وديناي، انسرت ديليت ابديت سيلكت، هم الكام جمله دول. تعالوا كده نعدهم ونشوفهم قد ايه. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، دي لغه كامله مبنيه على 10 كلمات. تخيلوا بقى لغه كامله مبنيه على 10 كلمات، بنشكل بيهم كل الجمل اللي موجوده اللي احنا بنتكلم بيها الجهاز عشان يعمل لي قاعده بيانات او يدخل لي بيانات او يشيل لي بيانات او اي حاجه، بنشكل بيهم كل الكلمات اللي موجوده عندي وعن طريقهم اقدر اعمل اي حاجه انا عايزاها، تمام. هي دي السيكوال او الاستراكشرد كويري لانجوج اللي موجوده عندي. طيب تعالوا بقى نستعمل الكلام ده عملي، تعالوا نستعمل الكلام ده عملي. انا رحت للسيكوال زي ما حضراتكم شايفين السيكوال اللي موجوده عندي، طبعا عمالين نقول صلاحيات صلاحيات، والاول اعرف انا هدخل على ايه. السيكوال سيرفر 2008، يعني ايه سيرفر؟ اعرف يعني ايه؟ انا عرفت كلمه سيكوال يعني ايه، عايز اعرف يعني ايه سيرفر. كلمه سيرفر اللي موجوده عندي معناها خادم. يعني ايه خادم؟ الخادم ده هو الحد اللي بيأدي خدمه لحد تاني قدام. يعني ايه الكلام دوت؟ طب انا جهاز، انا هأدي خدمه لمين؟ لمجموعه اجهزه تانيه. مجموعه الاجهزه دي هتطلب مني بيانات، لان انا عندي حاجات هم عايزينها، انا عندي قاعده بيانات هم عايزينها. مجموعه الاجهزه الثانيه هتطلب مني بيانات، فانا هروح وهدي لها البيانات بتاعتي. مجموعه الاجهزه دي هتطلب مني مثلا اسم الموظف الفلاني، طب هي بتطلب مني انا ليه؟ لان انا اللي عندي قاعده البيانات. طب وانا عندي ليه قاعده البيانات؟ بدل ما احط قاعده البيانات على كل جهاز في الشركه، لا ده انا بحطها على جهاز واحد، وكل الاجهزه بتتصل بقاعده البيانات دي. اي حد عايز حاجه بيسال الجهاز اللي عليه قاعده البيانات. اي حد من الاجهزه اللي عندي، ان شاء الله يكون عندي مليون موظف بمليون جهاز، انا حاطه جهاز اسمه سيرفر، حاطه عليه قاعده البيانات بتاعتي، وكل الاجهزه دي بتتصل على قاعده البيانات اللي موجوده، بتتصل على السيرفر بتاعي اللي موجود عندي اللي عليه قاعده البيانات. يعني انا رايحه دلوقتي انا هتصل بمين؟ هتصل بالجهاز اللي عنوانه ايه يا جماعه او اللي اسمه ايه. هنا بقى انا بكتب اسم السيرفر بتاعي او اسم الجهاز اللي انا هروح عليه. انا قاعده البيانات بتاعتي اللي انا هتصل بيها موجوده على جهازي. على جهازي يعني ايه؟ يعني موجوده على جهاز اللوكال بتاعي. كلمه لوكال احنا بنرمز لها بالرمز دوت.
كلمه لوكال اللي موجوده عندي احنا بنرمز لها بالرمز دوت. يبقى انا دلوقتي كل اللي انا محتاجاه له ان انا اروح واتصل على مين، ان انا اروح واتصل على الجهاز بتاعي اللي عليه قاعده البيانات. طيب عمالين نقول صلاحيات صلاحيات صلاحيات، مين ليه حق ان هو يدخل، مين ملوش حق انه يدخل، الكلام ده كله. طب الكلام ده كله هيظهر ازاي؟ هيظهر من هنا وانت لسه بتدخل على السيرفر. ازاي؟ من اولا من نوع الاوثنتيكيشن اللي موجود عندي. انا عندي نوعين من انواع الصلاحيات. النوع الاولاني صلاحيات للراجل بتاع الويندوز. يعني ايه راجل بتاع الويندوز؟ الادمن بتاع الويندوز، اليوزر اللي قاعد على الويندوز دلوقتي اللي هو داخل كادمن موجود عندي، ده ليه صلاحيات على السيرفر. وعندي صلاحيات تانية للراجل الادمن بتاع السيرفر نفسه، لان انا عندي الاثنين موجودين على نفس الجهاز، الويندوز والسيرفر. ده ليه صلاحيات، اليوزر بتاع ده ليه صلاحيات على السيرفر، على السيرفر، واليوزر بتاع ده ليه صلاحيات. انا ممكن اخلي الاثنين واحد، مفيش مشكله، تمام. انا ده بحدده وانا بسطب. ان شاء الله انتم هيظهر قدامكم وانتم بتسطبوا او انتم بتحاولوا السيت اب بتاع السيكوال، هيظهر قدامكم يقول لكم مين الاوثنتيكيشن اللي انتم عايزينه. انا عندي بختار حاجه اسمها ميكسد مود. ميكسد مود يعني ايه؟ ميكسد النوع المختلط، ان انا عايزه يبقى فيه صلاحيات للراجل اللي قاعد على الويندوز، اللي قاعد على الجهاز نفسه، المدير بتاع المكنه اللي موجوده، المكنه اللي هي الجهاز، جهاز الكمبيوتر، تمام؟ الماشين اللي موجوده عندي، المدير بتاع الماشين بتاعتي، والمدير بتاع السيرفر، انا عايزه الاثنين، يبقى ليهم صلاحيات عندي على السيرفر، تمام؟ في ناس تقول لك لا انا مش عايزه غير الصلاحيات للراجل بتاع السيرفر بس، انا مش عايزه صلاحيات للراجل بتاع الويندوز ما يدخلش عليه، تمام؟ انا عشان انا عامله الميكسد مود، فانا ممكن ادخل انا كيوزر للويندوز اللي هو مين؟ انا يوزر للجهاز اللي اسمه ريحات بي سي، تمام؟ اليوزر بتاعي محمد، اليوزر اللي انا داخله بيه اسمه محمد، تمام؟ طيب عندي هنا محمد اهو يا جماعه، انا محمد اهو، ده اليوزر اللي انا داخله بيه. طيب انا جيت كده حددت له الصلاحيات اللي انا عايز ادخل بيها. طبعا انا لو عايز ادخل بصلاحيات السيرفر، كل اللي انا هعمله ان انا هختار من هنا السيرفر، وهكتب من هنا اللوجن بتاعي والباسورد. اللوجن ده زي اليوزر نيم كده، تمام؟ اللوجن بتاعي والباسورد بتاعتي، وبناء عليها يتحدد الصلاحيات بتاعتي. انا هدخل عادي باللي هو الويندوز اوثنتيكيشن اللي موجود عندي، وابتدي يدخل عندي كونكت كده. هنا عندي على السيرفر بتاعي. السيرفر بتاعي فيه ايه؟ اول حاجه موجوده في السيرفر بتاعي، تمام؟ اسم السيرفر، السيرفر نفسه موجود ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين شايفين عن قاعده البيانات اللي انا داخله عليها موجوده على السيرفر بتاع جهازي. يعني انا دلوقتي بتصل بالسيرفر بتاع جهازي نفسه. طب جهازك ده اللي هو مين؟ جهازي ده اللي هو ريحات بي سي. انا داخله باليوزر اللي اسمه محمد زي ما حضراتكم شايفين اهو، تمام؟ انا داخله على ريحات بي سي الجهاز بتاعي، على السيرفر بتاعه اللي موجود على جهاز ده، خلاص؟ داخله عن طريق اليوزر اللي اسمه محمد. طيب موجود هنا ايه بقى؟ موجود هنا المكونات اللي موجوده عندي. اول حاجه الداتا بيزز، احنا طبعا متفقين ان انا داخله على السيكوال سيرفر عشان اعمل قواعد بيانات. طيب هندخل على اول مكون عندي اللي هو الداتا بيزز اللي موجوده عندي. انا موجود عندي من قواعد البيانات نوعين من قواعد البيانات. النوع الاولاني اسمه سيستم داتا بيزز. سيستم داتا بيزز يعني ايه؟ سيستم داتا بيزز ده قواعد بيانات النظام. يعني ايه قواعد بيانات النظام؟ النظام اللي هنا مين؟ النظام اللي موجود عندي هنا اللي هو المدير بتاعي، هو السيرفر نفسه. دي قواعد بيانات السيرفر نفسه، هو اللي عاملها، انا ماليش تدخل بيها، ماليش اي تدخل فيها خالص. انا لا رحت عملتها ولا شفتها ولا اي حاجه خالص، هو اللي عملها من نفسه. طيب قواعد البيانات دي بتفيد في ايه؟ اكيد ليها فايده. اول قاعده بيانات موجوده عندي هي الماستر، تاني واحده هي الموديل، ثالث واحده الام اس دي بي او مايكروسوفت دي بي، ثالث واحده التمب دي بي اللي موجوده عندي. اول حاجه الماستر اللي موجوده عندي. يعني ايه ماستر؟ ماستر دي اللي هي ماستر يعني السيد. دي قاعده البيانات بنقول عليها القلب النابض بتاع السيكوال سيرفر اللي موجود عندي، بتاعت السيرفر اللي موجود عندي. بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها بيانات كامله عن السيرفر، عن الاوبشنز بتاعته، عن الـ الحاجات اللي اليوزر ده يقدر يعملها او ما يقدرش يعملها، رسائل الخطا اللي ممكن تطلع لي، رسائل التحذير اللي ممكن تطلع لي، قواعد البيانات، الصلاحيات اللي موجوده عليها، كل حاجه بتبقى متخزنه عندي جوه الماستر. عشان كده بنقول عليها هي القلب النابض بتاع مين؟ بتاع السيرفر اللي موجود عندي. لو حصل لها اي حاجه السيرفر كله بيبوظ ويقف، الماستر اللي موجود عندي دي، فانا خلي بالي قوي وانا بتعامل معاها. تاني قاعده بيانات موجوده عندي اللي هي الموديل. الموديل ده من اسمها موديل، يعني ايه موديل؟ يعني قالب. يعني ايه قالب؟ بعمل بيه ايه القالب اللي موجود عندي ده؟ القالب ده يا جماعه عباره عن شويه حاجات جاهزه محطوطه جوه قاعده البيانات اللي هي الفاضيه اللي انا لسه هعملها. لما باجي بعمل قاعده بيانات انا ما بعملهاش من الاول، انا باخد شويه حاجات جاهزه هو عاملها لي
بروح لما بقول له بعد اذنك اعملي قاعده بيانات، هو بياخد الموديل ده ويفصل على مقاسه قاعده بيانات تانيه ويديها لي فاضيه، انا ببتدي اشتغل عليها زي ما احنا هنشوف بعد شويه لما نيجي نعمل قاعده البيانات بتاعتي. يبقى الموديل ده عباره عن ايه؟ الموديل دي عباره عن قاعده بيانات موجوده عندي عامله زي القالب، بقيس على مقاسها قاعده البيانات الجديده وبعملها زيها. ببتدي بعد كده بقى انا اغير في قاعده البيانات بتاعتي، اعمل اللي انا عايزه. خلاص قاعده البيانات الجديده خدت نفس الشكل ده، ابتدي بقى انا اغير فيها. ممكن اغير الشكل خالص عن القالب اللي موجود عندي ده او عن الموديل اللي موجود عندي ده، مفيش مشكله. تمام. طيب الام اس دي بي او المايكروسوفت دي بي دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن قاعده بيانات خاصه بالحاجات اللي بتتم ما بين السيرفر وما بين الويندوز. تمام. خاصه باللي هي المهمات اللي هي التلقائيه اللي بتتم تلقائي، زي ايه؟ احنا هناخد حاجة اسمها ريستور، هناخد حاجة اسمها باك اب. تمام. قاعدة البيانات اللي موجودة عندي يا جماعة موجودة في السيرفر، اللي موجودة في السيرفر اللي احنا هنعملها بعد شوية هتتخزن فين؟ ما هتتخزن على الجهاز. طب مين المدير بتاع الجهاز؟ ما هو الويندوز. تمام. ففي مهام مشتركة بتتم ما بين السيرفر وما بين الويندوز، اللي مسؤولة عن اتمامها هي ال ام اس دي بي اللي موجودة عندي او المايكروسوفت داتابيز، دي عاملاها مايكروسوفت. بنقول عليها عامله زي الويندوز جوه السيرفر، عامله زي الويندوز جوه السيرفر. تمام. هي المتحدث الرسمي باسم الويندوز جوه السيرفر بتاعي، بتقوم كل العمليات اللي بتتم بالمشاركه ما بين السيرفر بتاعي وما بين الويندوز. ضربنا مثل بكده الريستور والباك اب عشان اعمل نسخه احتياطيه من قواعد البيانات بتاعتي. تمام. ده انا بستعمل اللي هي الام اس دي بي اللي موجود عندي، او بستعمل الاوامر، او بستعمل الحاجات اللي موجوده جواها، هي اللي بتبقى الوسيط ما بين السيرفر وما بين الويندوز بتاعي. عشان اروح واعمل ريستور لقاعده البيانات، انا بروح استاذن الويندوز ان انا اخد قاعده البيانات دي اللي موجوده عنده عشان اعمل لها ريستور، ارجعها تاني جوه السيرفر بتاعي، زي ما احنا هنعرف ان شاء الله لما نيجي نشتغل في الكلام ده كله. طيب التمب دي بي او اللي هي قاعده البيانات المؤقته دي عباره عن ايه؟ دي حاجه كده شبه الجدول المؤقت، حاجه كده بنقول عليها حاجه شبه الرامه، دي بخزن فيها بيانات مؤقته بتبقى موجوده عندي لحد ما السيرفر بتاعي يتقفل ويرجع يتفتح تاني، خلاص بترجع تاني فاضيه خالص. يعني فلنفترض مثلا ان انا خزنت فيها بيانات دلوقتي، البيانات اللي موجوده فيها ما اقدرش استعملها الا طول ما انا قاعده على السيرفر بتاعي. طب افرض انا عملت دلوقتي كده ديسكونكت للسيرفر بتاعي، طبعا انا الحاله بتاعتي ايه؟ كونكتد، انا واصله دلوقتي او شغاله دلوقتي على السيرفر بتاعي. طب انا جيت دلوقتي وقلت له من هنا اعملي ديسكونكت، خلاص انا ديسكونكتد على السيرفر، هي خلاص فقدت كل المعلومات اللي فيها، هتبتدي تسجل من جديد زي الرامه، بتفقد محتوياتها بمجرد ما الجهاز يتقفل، اهي بتفقد محتوياتها بمجرد ما السيرفر بتاعي. طبعا هنا انا اتكيت على دي عشان اعمل كونكت تاني. تمام. اقول له من هنا كونكت، اهو دخلت تاني على قاعده قواعد البيانات اللي موجوده عندي، دخلت على السيرفر، هدخل تاني على السيستم داتا بيز، اهو دي التمب اللي موجوده عندي. الكلام ده كله في اي مشاكل، انا هفتح لحضراتكم دلوقتي الشات عشان اللي عنده اي سؤال في الكلام اللي احنا قلناه. حضراتكم اتفضلوا اللي عنده اي سؤال في اي حاجه في الكلام اللي احنا قلناه بس. تمام تمام استاذ مصطفى. تمام. طيب تمام الحمد لله. تمام. طيب هقفل بقى الشات تاني ونبتدي نشتغل من تاني. تمام. نبتدي بقى ندخل على الشغل العملي. بصلاحيات؟ لا، بالنسبه لاستاذ احمد انا ما اقدرش ادخل بصلاحيات الويندوز بتاعي، اليوزر بتاع الويندوز بتاعي على جهاز تاني، لان الجهاز التاني ده عليه ويندوز تاني وعليه يوزر تاني، فما ينفعش. فانا هدخل بصلاحيات الادمن بتاع مين؟ ان شاء الله في درس كامل للصلاحيات احنا هناخده. حاضر استاذه اسراء. حاضر. سيستم داتابيس. حاضر. انا مسجله المحاضره، انا مسجله المحاضره. تمام. اعاده سريعه للسيستم داتا بيز، وبعدين بعدها هدخل على طول على ازاي نعمل قاعده بيانات. تمام. طيب انا هدخل دلوقتي عندي بسرعه تاني
السيستم داتابيز، اول حاجه الماستر اللي موجود عندي، دي قاعده بيانات موجوده عندي بنقول عليها القلب النابض بتاع السيرفر بتاعي، دي بيبقى فيها كل البيانات بتاعه السيرفر، فيها كل البيانات بتاعه قواعد البيانات، فيها بيانات اليوزرز اللي موجودين على قواعد البيانات. انا لما بدخل من شويه واحنا بنعمل كونكت قال لي طلع اكتب اليوزر نيم والباسورد او اللوجن بتاعك والباسورد، طب انا بعدي على مين الاول؟ بقوم معديه على الماستر يشوف ليا صلاحيات ان انا ادخل ولا ماليش صلاحيات، لان الكلام ده كله متسجل في الماستر اللي موجود عندي، متسجل موجود عندي في السكيورتي، بروح واقارن ما بين البيانات اللي موجوده عندي في السكيورتي جوه الماستر بتاعتي، يلاقي ليا صلاحيات بقوم داخل. الكلام ده كله متسجل جوه مين؟ جوه عندي جوه الماستر. طيب دخلت على قاعده بيانات معينه، هل انا ليا الصلاحيات ان انا اعدل في قاعده البيانات؟ برضه الماستر هي اللي بتشوف الكلام ده كله متخزن جوه الماستر. طيب ماليش الصلاحيات وجيت اعدل، بتطلع لي رساله ايرور او بتطلع لي رساله ورنينج، بتطلع لي من الماستر فيها كل الاعدادات اللي موجوده عندي جوه مين؟ جوه الماستر، دي فيها بيانات كامله عن قاعده البيانات. طيب الموديل عباره عن ايه؟ اللي بعمل على مقاسه قاعده البيانات بتاعتي، وبعدين بعد كده قاعده البيانات الجديده، وبعدين بعد كده باخدها اعدل فيها واشتغل فيها زي ما انا عايز. طيب الام اس دي بي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه كده عامله زي الوسيط ما بيني وما بين الويندوز. عباره عن ايه؟ زي ما بنقول كده هي عباره عن الويندوز بتاعي جوه السيرفر. يعني ايه؟ مايكروسوفت داتابيس. يعني في مهمات بتتم ما بين السيرفر على قواعد البيانات نفسها، ما بين السيرفر وما بين الويندوز. العمليات دي بنقول عليها عمليات تلقائيه، في حاجات زي الاتاش ودي اتاش هناخدها ان شاء الله المحاضره دي، في حاجات اسمها ريستور وباك اب، في كلام كده، في حاجات كده بتتم. الحاجات دي لازم يبقى مشترك فيها الويندوز بتاعي. عشان يتم كل الكلام ده كله انا بستعين بالام اس دي بي او المايكروسوفت داتابيز. طيب التمب دي بي عباره عن قاعده بيانات مؤقته موجودة عندي، البيانات مش هي اللي مؤقتة، البيانات اللي فيها هي اللي مؤقتة، عاملة زي الرامة، أنا بخزن فيها الحاجات اللي أنا محتاجة لها طول ما السيرفر مفتوح، أول ما بيتقفل السيرفر البيانات كلها بتضيع وترجع فاضية خالص من جديد عشان تسجل لي من جديد. طيب، عايزة بقى أبتدي أشتغل عندي أعمل قاعدة بيانات، أعمل قاعدة بيانات بقى بتاعتي أنا، ده النوع التاني من قواعد البيانات اللي إحنا بنقول عليه اليوزر داتابيزز، اليوزر داتابيزز، قواعد البيانات الخاصة باليوزر. أنا هقول له من هنا نيو كويري، أنا عايز أعرف قاعدة بيانات جديدة، عايز أعرف قاعدة بيانات جديدة. طبعًا التعريف عن طريق مين؟ عن طريق اللغة اللي هي السب لانجوج اللي إحنا واخدينها من شوية، اللي هي كان اسمها إيه يا جماعة؟ كان اسمها دي دي إل، لو فاكرينها. دي دي إل دي كان فيها إيه؟ دي دي إل دي كان فيها تلات جمل، كان فيها كبيت وكان فيها دروب وكان فيها التر. طب انا هستعمل مين فيهم عشان اعرف قاعده البيانات؟ انا هستعمل الكلمه الاولى اللي هي كلمه كرييت. انا هروح كده واقول له بعد اذنك اعمل لي كرييت. عايز اعمل كرييت لايه؟ ما هو انواع الحاجات اللي انا ممكن اعمل لها كرييت كتير. عايز اقول له من هنا كرييت ايه؟ عايز اقول له من هنا كرييت داتا بيز. انا هكلم الداتا بيز، انتوا شايفين كل قاعده بيانات من هنا ليها اسم، يبقى انا دلوقتي محتاجه ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقول له على اسم قاعده البيانات اللي انا هعمل لها كرييت. انا عايز اقول له من هنا اعمل لي قاعده بيانات اسمها كومباني، تمام؟ عايز اقول له من هنا كرييت داتا بيز كومباني، تمام؟ انا كده خلاص خلصت الجمله بتاعتي، انا بس محتاجه ان انا اتاكد ان اللي انا كاتباه صح ولا غلط، هبتدي اعلم على الحاجه اللي انا عايزه اتاكد ان كانت صح ولا غلط، تمام؟ واقول له من هنا بعد اذنك شوف الكلام ده صح ولا غلط، هبتدي اقول له من هنا، هو قال لي من هنا ان الجمله صح ما فيهاش خطا، لو خطا هيطلعه لي باللون الاحمر، تمام؟ لو خطا الريزلت بتاعك لو خطا هتطلعها لي باللون الاحمر، انا هبتدي اقول له من هنا اكسكيوت، انا ممكن انفذ على طول من غير ما استعمل دي، من غير ما استعمل الباس دي، الباس دي بتتاكدني بس ان كنت انا صح ولا غلط، تمام؟ انا هقول له من هنا اكسكيوت، هيبتدي يروح وينفذ، تمام؟ قال لي طلع لي من هنا مسج، قال لي ان فعلا الداتا بيز دي اتعملت، طب هي المفروض تبقى موجوده فين؟ انا هاجي من هنا على قواعد البيانات اللي موجوده عندي، كليك هنا عليها واقول له من هنا بعد اذنك اعمل لي ريفرش. ريفرش على قواعد البيانات عشان ادي قاعده البيانات اللي موجوده عندي، قاعده البيانات اللي موجوده عندي الجديده اهي، كومباني اللي موجوده اهي. انا هفتحها كده ونشوف فيها ايه. قاعده البيانات دي فيها دايجرامز، فيها تيبلز، فيها فيوز، فيها حاجات موجوده عندي كتير. طيب تعالوا كده نقول قاعده البيانات اللي موجوده عندي دي بتتكون من ايه؟ قاعده البيانات اللي عندي بتتكون من حاجات موجوده عندي، بتتكون من ثلاث حاجات. ايه هي الحاجات اللي بتتكون منها قاعده البيانات؟ يبقى قواعد البيانات بتتكون من ايه؟ قواعد البيانات عندي بتتكون من ثلاث حاجات، رقم واحد عندي تمام بيز اوبجكتس. ايه البيز اوبجكتس دي؟
الحاجات الاساسيه او الكائنات الاساسيه اللي موجوده فيها. انا لو هخزن بيانات جوه قاعده البيانات بخزنها فين يا جماعه؟ لو هخزن بيانات جوه على ورق هخزنها فين؟ هخزنها اوتوماتيك على جدول، هخزنها جوه جدول. لو انا هخزن بيانات في ورق اوتوماتيك، هعمل بيانات موجوده عندي مجموعه من البيانات عايز ارتبها صح، يبقى اخزنها في جدول زي قاعده البيانات بالظبط. لو انا عايز اخزن بيانات بخزنها جوه الكائن الاساسي جوه قاعده البيانات، مفيش قاعده بيانات من غير جداول، لان انا ما بخزنش بيانات غير جوه الجداول. يبقى انا البيز عندي هو التيبل، البيز عندي هو تيبل، دي الحاجه الاساسيه اللي موجوده عندي جوه قواعد البيانات. طيب تاني حاجه، الجداول اللي موجوده عندي دي ساعات انا بروح واحط عليها شويه قيود. يعني ايه الكونسترين؟ اوبجكتس. يعني ايه الكونسترين اوبجكتس؟ دي بتتحط على الجداول بتاعتي. دلوقتي تعالوا نضرب مثل. دلوقتي يا جماعه انا عندي مثلا حقل معين، تمام؟ الحقل اللي موجود ده او مثلا عندي بيان معين انا عايز ادخله جوه جدول. البيان ده لعمر مثلا، عمر حد مثلا، عمر الموظف مثلا. الموظف اللي موجود عندي ده عندي شرط اساسي انه ما يقلش عن عمر معين، والا انا بشغل ناس تحت السن القانوني، ما ينفعش. لو انا واخد الورق ده ورايح بيه الضرايب هيتريقوا عليا هناك، لو انا رايح بيه في اي مكان في اي مصلحه بخلص ورق هيتريقوا عليا، تمام؟ يبقى انا رايح، انا لازم دلوقتي احط قيد على الجدول بتاعي لما مدخله فيه بيانات الموظفين ان عمر الموظف بتاعي لازم يدخل اكبر من عمر معين. مش معقول هروح اكتب مثلا عمر الموظف اللي عندي 3 شهور، مش هينفع، ما تجيش، تمام؟ مش معقول هكتبه سنتين ولا 3 سنين، ما تجيش. لازم اكتب عمر الموظف مثلا اكبر مثلا من 19 سنه عشان خاطر اقدر، او اكتر مثلا من 17 سنه او من 16 سنه اللي هو السن القانوني اللي موجود عندي. لازم سن الموظف اللي عندي اكتر من 16 سنه، تمام؟ يبقى ده الكونسترين اللي عندي. طيب عايزه الموظف اللي موجود عندي ده يا جماعه مثلا عايزه لما ادخل له الرقم القومي بتاعه، عايزه الرقم القومي ده يدخل بحيث انه يبقى 14 رقم، تمام؟ ال 14 رقم دول لما يدخلوا الموظف ما يدخلش زيهم الموظف تاني. طبعا احنا كلنا عارفين ان الرقم القومي كل واحد بيختلف عن التاني، ان هو حاجه فريده من نوعها ما تتكررش. يبقى انا بحط قيود على الجدول بتاعي ان الموظف اللي عندي ده لازم ان الاس اس ام بتاعه او اللي هو السوشيال نمبر بتاعه ما يتكررش، يبقى يونيك، يبقى فريد من نوعه، تمام؟ ادي نوع تاني من الكونسترين اللي موجود عندي بنفس الطريقه كده. يبقى هو ده اسم الكونسترين او اللي هي القيود اللي انا بحطها عندي. بتتحط على مين يا جماعه؟ بتتحط على الاوبجكت الاساسي في قاعده البيانات، بتتحط على الجدول بتاعي. طيب اخر حاجه موجوده عندي اللي هي البروجرامينج اوبجكتس. دي عباره عن ايه البروجرامينج اوبجكتس؟ البروجرامينج اوبجكتس دي يا جماعه زي حاجه اسمها اس بي اللي هي الاستورد بروسيدجرز اللي موجوده عندي، زي حاجه اسمها الفانكشنز. فانكشنز دي عباره عن ايه؟ الكلام ده كله ده عباره عن شويه اجراءات او شويه حاجات متخزنه عندي باسم انا بنادي عليها، انا بعملها بايدي او هي معموله جاهزه جوه السيرفر بتاعي. انا كل اللي انا بعمله ان انا بنادي عليها عشان تساعدني تنفيذ مهمه معينه. المره اللي فاتت لو حد حضر معايا انا رحت وقلنا ضربنا مثلا بالاكسل. الاكسل يا جماعه فيه شويه دوال جاهزه ومتخزنه عندي. الدوال اللي موجوده عندي دي زي مين؟ زي صم مثلا، او زي من اللي هي المينيمم، زي ماكس اللي هي الماكسيمم اللي موجوده عندي. دي شويه حاجات اجراءات متخزنه، شويه فانكشنز متخزنه. كل اللي انا بعمله ان انا بنادي عليها عشان صم دي تجمع لي شويه قيم. من مثلا بتجيب لي اصغر قيمه في مثلا مجموعه من البيانات اللي موجوده عندي او مجموعه من الارقام اللي موجوده عندي، تمام؟ هي بتساعدني في انها تعمل ده. طيب الفانكشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن شويه اوامر موجوده مكتوبه بالبرمجه ومتخزنه، متخزنه تحت الاسم بتاعها ده اللي هو صم. اللي انا بعمله ان انا بنادي على صم، فبتقوم واخده الارقام معديها على الاكواد دي تشوف ايه الاوامر اللي ممكن تتنفذ عليها. ده اللي انا هعمله ان شاء الله عن طريق البروجرامينج اوبجكتس اللي موجوده عندي، ان انا عن طريق ان انا اعمل بروجرامينج اوبجكتس اللي هي الفانكشنز اللي موجوده عندي. ان شاء الله احنا ندرسها بالتفاصيل الممله. طب عندي ايه كمان؟ عندي اللي هي تريجرز. تريجرز اللي موجود عندي يعني ايه تريجر؟ تريجر يا جماعه يعني زناد المسدس. زناد المسدس ده لما بينطلق بتطلع معاه الطلقه،
خلاص الطلقه بتاعه المسدس، اول ما بضغط على الزناد الطلقه دي بتنطلق. تمام، هو عباره عن حدث مترتب على حدث تاني، في حدث لازم يحصل، فالحدث بتاعي اللي انا قايله له عليه اعمله اوتوماتيك بيحصل او اوتوماتيك بيتعمل. زي ايه؟ هقول لكم زي ايه. دلوقتي انا داخل عند الدكتور عشان احجز، فانا دفعت قد ايه؟ انا دفعت 50 جنيه. ماشي، الكلام ده دخل في جدول ايه؟ في جدول الحجوزات. ما انا عندي جدول تاني اسمه الخزنه، مش الخزنه دلوقتي زادت 50 جنيه، هو اوتوماتيك اول ما الراجل الممرض او الاسيستنت اللي قاعد بره ده بياخد مني ال 50 جنيه ويدخلها جوه قاعده البيانات ان انا خد مني 50 جنيه دخل جوه جدول الحجوزات، مش لازم بقى يروح ويدخلها هو بنفسه جوه جدول الخزنه عشان يعرف ان هو دخل له فلوس او دخل له 50 جنيه، لا ده هي اوتوماتيك لازم تتعدل في جدول الخزنه. يبقى دلوقتي التعديل بتاع ده، التعديل بتاع اللي هو التعديل بتاع جدول الخزنه او التعديل بتاع الدخل بتاعي اوتوماتيك مرتبط بمين يا جماعه؟ مرتبط بان انا جالي عميل وانا حجزت له، مرتبط بالادخال في جدول اللي هو الحجوزات اللي موجوده عندي. ده كده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الزناد بتاعي اللي بينطلق. تمام، دي مكونات قاعده البيانات اللي موجوده عندي. تعالوا كده نشوفها، ادي قواعد البيانات اللي موجوده عندي، ادي قاعده البيانات اللي هي الكمباني، في عندي الدايجرام واحنا ان شاء الله هندرسه وهنعرف يعني ايه دايجرام ده، او هنعرف ازاي نعمل دايجرام عندي. في التيبلز، التيبلز اللي موجوده عندي دي اللي هي الحاجات الاساسيه او اللي هي البيز اوبجكت زي ما احنا بنقول من شويه، دي اهم حاجه جوه قاعده البيانات، مفيش قاعده بيانات من غير جداول، ما ينفعش اعمل حاجه ثانيه تمام من الحاجات دي او استعمل قاعده البيانات دي من غير ما يبقى عندي جداول فيها بيانات اقدر العب عليها، لازم يبقى عندي جداول فيها بيانات اقدر اشتغل عليها. تمام، في عندي موجود عندي ايه كمان؟ موجود عندي اللي هو البروجرامنج اوبجكتس اللي موجود عندي، خلاص اهي. طبعا الكونسترين بتتعمل على مين؟ بتتعمل على الجداول بتاعتي. خلاص، في عندي اللي هو البروجرامنج اوبجكتس اللي موجود عندي، في الاس بي الستوب بروسيجرز اللي موجود عندي، في الفانكشنز. تمام، في عندي التريجرز، والتريجرز دي بتتم على الجداول برضو نفسها، بتتم على الجداول نفسها بناء على الادخال في الجدول نفسه. انا لما يبقى عندي جدول هنا ان شاء الله هنشوفها اللي هي التريجرز اللي موجوده عندي. طيب دلوقتي انا كريت قاعده البيانات بتاعتي، انا كريت، عملت كريت لقاعده البيانات اللي موجوده عندي، كريت للداتا بيز اللي موجوده دي. طيب انا لو مش عايزه قاعده البيانات دي هقول له من هنا ايه؟ هقوم قايله له من هنا بعد اذنك دروب للداتا بيز اللي اسمها ايه يا جماعه؟ اللي اسمها كمباني. لو انا مش عايزه قاعده البيانات دي هقوم قايله له من هنا دروب. احنا فاكرين هنا، فاكرين هنا واحنا بنشرح في اللغات قلنا ان انا عندي كرييت بعرف بيها كائن، بعمل ديفاين للكائن بتاعي. طب دروب بلغي تعريف الكائن ده، بشيله، بلغي تعريف الكائن اللي موجود عندي ده، انا بشيل الكائن ده ما يبقاش موجود عندي خالص. طب انا عايز اشيل قاعده البيانات اللي عندي دي، مش عاجباني وعايز اعمل قاعده بيانات جديده. اللي انا بعمله ان انا باجي وبقوم قايله له من هنا بعد اذنك دروب لقاعده البيانات اللي موجوده عندي دي. طيب انا ليه بعلم كده؟ انا بعلم كده لان انا عندي اكتر من حاجه موجوده، عندي من هنا اكتر من جمله موجوده ممكن تتنفس، عندي هنا جمله كرييت وعندي من هنا دروب للداتا بيز، فانا هاجي انا عايزه الجمله دي بس هي اللي تتنفذ، فهقوم معلمه عليها كده واشوفها صح ولا غلط. الجمله صح، هبتدي اقول له من هنا اكسكيوت، راح ونفذ. طيب المفروض دلوقتي ايه اللي يحصل؟ الكمباني دي ما تبقاش موجوده. طب تعالوا كده نعمل ريفرش تاني، معلش هو بطيء في الفهم شويه، هنقول له ريفرش. راحت فين الكمباني يا جماعه؟ الكمباني ما بقتش موجوده. يبقى كرييت انا بعمل بيها قاعده بيانات، دروب بعمل ايه يا جماعه؟ بشيل قاعده البيانات. انا هرجع تاني واقول له من هنا كرييت لقاعده البيانات تاني، ادي اكسكيوت لقاعده البيانات. طيب انا عملت قاعده البيانات، احنا اتفقنا ان قاعده البيانات انا عملت لها اكسكيوت تاني واتنفذت اهو، ريفرش هلاقيها موجوده عندي. فين موجوده عندي؟ دخلت هنا. طيب انا قاعده البيانات دي عرفت انها موجوده على السيرفر، لكن احنا متفقين ان قاعده البيانات اللي موجوده عندي دي بتبقى متخزنه في مكان عندي على الجهاز. يا ترى بقى هي متخزنه فين وشكلها عندي ازاي قاعده البيانات بتاعتي؟ انا هروح كده على قواعد البيانات اللي موجوده عندي، هقول له بعد اذنك هات لي المكان اللي متسطب فيه السيكوال، هات لي المكان اللي متسطب فيه السيكوال. انا عندي السيكوال بتاعي متسطب على السي جوه البروجرام فايلز، ادي البروجرام فايلز اللي موجوده عندي. خلاص، هروح على مايكروسوفت سيكوال سيرفر، ادي مايكروسوفت سيكوال سيرفر. تمام، هدخل عليه، هدخل على مايكروسوفت سيكوال سيرفر 10 اللي موجود عندي، ادي مايكروسوفت سيكوال سيرفر 10 اللي موجود عندي. هقوم داخل على مايكروسوفت، هو الفولدر الوحيد اللي موجود عندي مايكروسوفت سيكوال تاني. انا عايز ادخل بقى على المكان اللي فيه قواعد البيانات، الداتا اللي موجوده عندي. انا دخلت اهو على الداتا، ادي الكمباني اللي موجوده عندي، ادي كمباني.
تمام. ايه ده؟ ده في كومباني تاني، في كومباني وفي كومباني لوج، شايفينهم؟ ادي كومباني وادي كومباني لوج. ايه كومباني وايه كومباني لوج، وايه الفرق ما بين الاثنين، وشكل الملفين متغير. تعالوا كده نشوف بقيه الحاجات. ادي الماستر، في ماستر وفي ماستر لوج. ادي الموديل، في موديل وفي موديل لوج. ادي المايكروسوفت داتابيز، في مايكروسوفت داتابيز وفي مايكروسوفت داتابيز لوج. تمام. كل القواعد، ادي التيمب اللي موجوده عندي، ادي تيمب دي بي، وادي تيمب لوج اللي موجوده عندي. ايه اشمعنى قاعده البيانات مقسومه لملفين كده؟ تعالوا كده احنا ناخد برنت سكرين من الكلام ده كله، وهنروح على البنت عشان نشرح بالظبط دي عباره عن ايه. ادي البنت اللي موجوده عندي، هفتحه انا مش عايزه غير الجزء بتاعي بتاع قاعده البيانات بتاعتي. ادي قاعدة البيانات بتاعتي، ادي الشكل بتاعها، الكمباني اللي موجودة عندي. طيب عبارة عن ملفين، ادي الملف الاول اهو، ادي الملف الاول وادي الملف التاني، ادي الملف التاني اللي موجود عندي. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن ملف الامتداد بتاعه ال دوت ال دي اف، لكن ده عبارة عن ملف الامتداد بتاعه ام دي اف. هو في الحقيقه قاعده البيانات يا جماعه عباره عن ملفين زي ما احنا شايفين كده، وهو بيعملهم لوحده. انا مجرد ما قلت له كرييت للداتا بيز هو اوتوماتيك راح رايح عاملهم لوحده. الملف الاولاني بنقول عليه الملف البرايمري اللي هو امتداده ام دي اف اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده، اللي هو شكل الجدول، في شكل جدول زي ما احنا شايفين كده. ده عباره عن ايه؟ ده الملف البرايمري. ايه الملف البرايمري ده؟ ده برايمري فايل. ايه الملف البرايمري ده؟ ده الملف اللي بيبقى فيه كل حاجه، بيبقى فيه كل الكائنات اللي موجوده جوه قاعده البيانات، بيبقى فيه الجداول، بيبقى فيه البيانات اللي موجوده عليها، بيبقى فيه الكونسترين اللي موجوده عليها، بيبقى فيه كل حاجه جوه قاعده البيانات موجوده جوه الملف البرايمري اللي موجود عندي ده. امال ملف اللوج ده فايدته ايه؟ الملف التاني ده اللي هو الامتداد، الامتداد ال دي اف. كلمه برايمري يا جماعه معناها برايمري، كلمه اللي هي الام دي اف اللي هو الامتداد اللي عندي دي معناها دوت برايمري data file dot b اللي هي سوري الام برايمري دي data الاف فايل. امال الام دي اف دي معناها ايه؟ معناها دوت لوج data فايل. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن لوج فايل، ده عباره عن لوج فايل. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ احنا عرفنا ان البرايمري بيسجل كل حاجه موجوده جوه قاعده البيانات، امال اللوج ده فايدته ايه؟ اللوج ده يا جماعه عباره عن حاجه كده عامله زي المراقب، قاعد بيراقب بيشوف كل حاجه، كل اكشن صغير بيتم على قاعده البيانات، ايا كان الاكشن ده بيسجله عنده. رحاب دخلت بيان معين في الجدول الفلاني، كتب. دخل بعدها مثلا احمد، راح اليوزر اللي اسمه احمد راح رايح شايل مثلا البيان اللي دخلته رحاب، راح اللوج ده كاتب. دخل بعد شويه مثلا الموظف اللي اسمه محمد راح رايح عمل ابديت مثلا في حاجه معينه كانت موجوده في جدول معين، راح اللوج كاتب. بيكتب كل الاحداث اللي بتتم على قاعده البيانات بتاعتي زي ما احنا شايفين، هو شبه الكشكول او شبه الورقه لانه بيسجل احداث، هو عباره عن حاجه بتسجل الاحداث اللي بتحصل على قاعده البيانات. طبعا البيانات، قاعدة البيانات اللي موجودة عندي أكبر حاجة بتبقى موجودة فيها ملف اللوج، لأن الإجراءات اللي بتتم على قاعدة البيانات بتبقى كتير. أنا ممكن أدخل أعمل سيلكت يكتب إن أنا عملت سيلكت، ممكن أدخل أعمل أبديت لحاجة معينة، هي الحاجة أوتوماتيك موجودة، فده أوتوماتيك اللي هو البرايمري حاجة موجودة فيه مش هتزيد. تمام. لكن دخلت على الحاجة دي أنا عملت لها سيلكت، أما اللوج كاتب سيلكت يعني نبيت عليها، رحت دورت على الحاجه اللي موجوده دي او عملتها وجبتها، عملت ديليت، ده نقص شويه، لكن لما كتبت ابديت يعني حدثت شويه في البيانات اللي موجوده عندي، ما هي نفس البيانات، هي نفس الحجم ما اتغيرتش، ده زي ما هو، ده راح وكتب ان انا رحت وعملت ابديت، فده حجمه بيكبر جدا. اللوج اللي موجود عندي ده حجمه بيكبر جدا، ودي من ضمن العيوب بتاعه اللوج اللي موجود عندي. يبقى الكمباني
دوت ام دي اف ده عباره عن الملف البرايمري، ده بيشيل كل البيانات بتاعه قاعده البيانات بتاعتي، لكن اللوج ده عباره عن ايه؟ عباره عن شاهد على الاحداث اللي بتحصل في قاعده البيانات بتاعتي، وبيكتبها كامله كل البيانات بتاعه، كل اللي هي الاحداث اللي بتتم على قاعده البيانات بتاعتي. طيب الملفين دول هو عملها لي من نفسه، هو هنا وانا بعمل قاعده البيانات كريت داتا بيس كمباني، انا كل اللي انا عملته ان انا قلت له كريت داتا بيس كمباني، لكن انا بقى مش عايزه كده، انا عايزه اروح وانا اللي اعمل الملفات دي وانا اللي اسميهم، ومش بس كده، ده انا مش عايزاه يحطهم هنا، مش عايزاه يحطهم في الامتداد ده، ده انا عايزه اروح احطهم في امتداد جديد. اي ملف من دول، ده ملف مثلا، ليه ايه يا جماعه؟ ليه الاسم بتاعه، الاسم اللي موجود عندي والامتداد بتاعه، وليه المكان اللي هو موجود فيه ده غير ده كله، ليه الحجم بتاعه، ليه السايز بتاعه، السايز بتاعه قد ايه يا جماعه؟ 225 مية، 100 ميجا. دي الحاجات اللي انا محتاجاها عشان اعمل ملف من الملفات دول. انا هروح دلوقتي جوجل ويانا، لا هروح عشان انا هحطهم في مكان تاني، المكان ما قلتلوش روح واعملهم وانا اللي اخترت المكان، بيروح ويحطهم هنا، تمام؟ لا ده انا هحطهم في امتداد، هحطهم في مسار تاني خالص. لا ومش بس كده، ده انا كمان هو اوتوماتيك بياخد الاسم بتاع قاعده البيانات بتاعتي، الملف البرايمري بيسميه بنفس الاسم، الملف اللي هو اللوج بيروح ويعمل ايه فيه؟ بيروح ويسميه، يعمل ياخد اسم قاعده البيانات ويعمل اندر سكور ويحط كده شايفاه. انا بقى مش عايزه الكلام ده كله، انا عايزه انا اللي اروح واروح اعمل قاعده البيانات بتاعتي بكل الملفات بتاعتها. فانا هقول له من هنا دروب داتا بيس كمباني، انك ادروب قاعده البيانات اللي موجوده عندك دي انا مش عايزاها، خلاص راح وعمل قاعده، عمل دروب، عايزه اتاكد اهو ادي ريفرش، انا هعمل الكلام ده كله. طب هعمل، انا هقول له من هنا اعمل لي كرييت داتا بيس كمباني، كرييت داتا بيس كمباني، عايزه بقى ابتدي اديله الملفات بتاعتي، كرييت داتا بيس كمباني. انا هديله دلوقتي الملف الاولاني، الملف الاولاني اللي هو مين؟ البرايمري. هقول مع الاخذ في الاعتبار ان الملف البرايمري بتاعي بياناته كالتالي، وابتدي ادي، تمام؟ طيب هتسجل الاحداث بتاعتك فين؟ هسجلها في اللوج، الكلام ده كله لوج اون، واديله البيانات اللي موجوده عندي، احنا لسه ما اديناش البيانات، احنا بنكتب بس، بوري حضراتكم الشكل اللي انا هكتب فيه، تمام؟ احنا اتفقنا ان الملف البرايمري او ملف اللوج اللي عندي عايز اربع حاجات، او عايز ثلاث حاجات، عايز المسار، عايز الاسم، عايز الحجم. ملف اللوج زيه. انا هبتدي اكتب البيانات اللي موجوده دي دلوقتي، هبتدي اقول له من هنا ايه؟ هبتدي اقول له بعد اذنك النيم بتاعي، هبتدي اقول له من هنا، انا مش عايزاه بقى يكتب كلمه كمباني كامله، لا ده انا هقول له من هنا كم، واقول له من هنا مثلا برايمري. خلاص؟ كمب برايمري مثلا، او اللي هي الكمباني برايمري، ده الملف اللي هو البرايمري بتاع الكمب. طيب انا عايز اقول له المكان بتاعه، المكان بتاعه يعني ايه يا جماعه؟ او هو الديستنيشن بتاعه، المسار بتاعه، هقول له المكان بتاعه، المكان بتاعه في السيكوال بنقول عليه فايل نيم، فايل نيم، واقول له المكان بتاعي، تمام؟ بس طبعا انا عشان خاطر اكتب الفايل نيم لازم احط ما بينها وما بين اللي قبلها فاصله عشان نفهم ان ده بيان جديد. الفايل نيم اللي موجود عندي انا مثلا وليكن هحطهم على السي، هقول له بعد اذنك حطه لي على السي، وهاخد اسمه زي ما هو، تمام؟ كم برايمري دوت، الامتداد بتاعه ايه بقى يا جماعه؟ ده ملف برايمري، يبقى اكيد الامتداد بتاعه ايه؟ برايمري داتا فايل، برايمري داتا فايل. ناقصني ايه دلوقتي؟ ناقصني السايز بتاعي، هقول له ايه السايز بتاعي؟ السايز بيبقى بالميجا زي ما حضراتكم شفتوا، زي ما احنا شفنا من شويه الملفات اللي موجوده عندي السايز بيبقى بالميجا. انا هقول له السايز مثلا بتاعي، هقول له خليها لي مبدئيا تبتدي مثلا بخمسه، 5 ميجا بايت، تمام؟ زي ما احنا شفنا هناك كان بادئ السايز بتاعي من 225 من 100 ميجا، تمام؟ هقول له مثلا ابتديها له من 5 ميجا، بس في حاجه بقى كمان انا ممكن اروح وازودها، عايز اقول له اقصى حجم ممكن توصل له الماكس سايز، ما يزيدش عنه، الماكس سايز بتاع الملف اللي موجود، اضغط نفسك على قد ما تقدر وما تزيدش عن الحجم ده، هقول له اقصى سايز ممكن توصل له 100 ميجا، تمام؟ طبعا الكلام ده
مش مفيد في البرايمري قد ما هو مفيد في الملف بتاع اللوج، مش مفيد في البرايمري قد ما هو مفيد في الملف بتاع اللوج اللي موجود عندي، الماكس سايز اللي موجود عندي 100 ميجا. طيب دلوقتي انا قايله له السايز المبدئي، البدايه بتاعتك تمام 5 ميجا، طبعا هو مش هيقف على 5 ميجا، انا كل شويه بدخل بيانات، كل شويه بدخل بيانات 5 ميجا وهي فاضيه، انا لما ادخل بيانات الحجم هيزيد تمام. طب هو انا عايزاه يزيد اوتوماتيك مره واحده لحد ما يوصل لل 100، ولا انا عايزاه يبقى زي ما بنقول كده حاجه مطاطيه بتزيد شويه بشويه ما توصلش ل 100 فجاه؟ يعني لو مثلا البيانات اللي انا بدخلها 6 ميجا ما تحجزيش ال 100 اوتوماتيك مره واحده، لا ده انا عايزاك تزيد واحده واحده. طب مقدار الزياده واحده واحده لحد ما توصل لل 100 قد ايه؟ الكلام ده برده انا ممكن احطه له، ممكن اقول له 100 بعد اذنك، مع الاخذ في الاعتبار ان الفايل جروس بتاعك، الفايل جروس يعني كل مره هتزود ما تزودش اكتر من 5، يعني هيفضل هيبتدي بخمسة وكل مرة هيزود 5، كل ما البيانات اللي عندي تكتر يقوم مزود 5 في حجمه، يقوم مزود 5 في حجمه، يقوم مزود 5 في حجمه لحد ما يوصل لل 100 ويقوم واقف على كده، مش هيزود عن كده. يبقى دي بيانات الملف البرايمري. طب انا عايز اعمل زيها بالظبط للملف اللوج تمام. انتوا شايفين طبعا اللي هي الانترنال اللي موجوده عندي اللي تحت دي، دي طبعا مضايقاني، اللي هي الريزلت اللي موجوده عندي او المسجز اللي موجوده عندي دي مضايقاني، فانا عايزه اخليها تنزل لتحت، فانا هضغط على كنترول ار من الكيبورد، كنترول ار عشان تنزلها لي تحت تمام. طب انا عايزه احط بيانات الملف في اللوج، فانا هبتدي بنفس الطريقه، اقول له من هنا النيم بتاعي، النيم هقول له من هنا هيساوي تمام، هبتدي اقول له من هنا ده ملف اللوج بتاعي الكمباني لوج تمام، وهبتدي اقول له من هنا بعد اذنك، والمكان بتاعه فين؟ ما اكيد مش هحط واحد في الشرق وواحد في الغرب، هحط الاثنين مع بعض في السي، هقول له من هنا الفايل نيم بتاعي، فايل نيم هيساوي، واقول له من هنا، بس ده طبعا هيتغير الامتداد بتاعه، هقول له من هنا السي، واقول له بعد اذنك اسمه الكمباني لوج تمام، عشان بس يبقى شبه التاني، كمباني لوج عشان الاثنين يبقوا جنب بعض، كمباني لوج، كمباني لوج تمام. ادي الكمباني لوج، بس الامتداد بتاعه ايه يا جماعه؟ لوج داتا فايل، لوج داتا فايل. طيب هقول له من هنا ايه؟ هقول له بعد اذنك السايز بتاعي ابتدي لي بكام؟ هقول له من هنا ابتدي لي ب 5 ميجا بايت. طيب عايز بعد اذنك اقصى حاجه ممكن توصلها، واحنا قلنا الحته دي مفيده قوي في اللوج، لان اللوج بيزيد حجمه بيزيد قوي، يبقى البيانات اللي عندي كميه قليله وملف اللوج حجمه كبير قوي، طبعا مش هيفيدني في حاجه، الا بقى لو انا هيفيدني فانا هسيبه، انا جايب اصلا جايب مساحه كبيره لقاعده البيانات بتاعتي، بس الكلام ده في الحاجات الكبيره زي شركات التامين، زي البنوك، زي الحاجات دي، فانا هسيب ملف اللوج ياخد راحته تمام، عشان ابقى عارف دي بيانات عملاء وحاجات فلوس وتعاملات ماليه بمبالغ كبيره جدا، فانا هبقى سايب ملف اللوج بتاعي لان انا هبقى محتاج له. لكن في شركه صغيره، في سوبر ماركت، في حاجه صغيره على القد، انا مش محتاج ملف اللوج في حاجه تمام، انا بس كل اللي انا محتاج له البيانات اللي موجوده في البرايمري، ده هو اليوزر الواحد اللي هيقعد على الجهاز، مش محتاج اعرف مين عمل ايه ومين ما عملش ايه تمام. فهنا الحته دي بتبقى مفيده في اللي هو اللوج، ان انا اقول له ان الماكس سايز بتاعي، الماكس سايز اكبر مساحه تقدر توصل لها هي 100 ميجا، بعد ال 100 ميجا اللي موجوده عندي ما تزيدش تاني، هبتدي اقول له من هنا بعد اذنك الفايل جروس كل مره تزيد قد ايه؟ الفايل جروس اللي موجود عندي هيساوي 5 لحد ما توصل دي اللي هي المساحه اللي موجوده عندك. اذا قاعده البيانات بملفاتها يا جماعه قد ايه دلوقتي؟ تمام بالظبط 200 ميجا، الماكس سايز اللي موجود عندي اقصى حجم هتوصل له قاعده البيانات بكل الملفات اللي موجوده فيها هتبقى 200 ميجا، مش هتزيد عن كده تمام. 200 ميجا دي قاعده البيانات بتاعتي. تعالوا نشوف الكلام ده صح ولا غلط تمام. انا هقول له بعد اذنك شوف لي الكلام ده صح، الكلام ده صح اهو، هبتدي اقول له من هنا اكسكيوت نفذ الكلام ده. طبعا احنا قايلين له ينفذه فين؟ يروح ويحطه فين؟ في السي. يبقى انا دلوقتي هروح وادور في المسار القديم، المسار الافتراضي، لا ما هيش موجوده فيه، امال هدور فين؟ انا هدور اوتوماتيك في السي. ادي السي بتاعتي، ادي الملفين اللي موجودين اهو، ادي الكمباني لوج وادي الكمباني برايمري او اللي هو الملف البرايمري اللي موجود عندي تمام. انا هفتح الشات للناس تمام، الناس تقول هي واقفه فين لحد دلوقتي، واستاذنكم يا جماعه من غير اي لينكات تتحط. ها اتفضل استاذ مصطفى. تمام استاذ احمد.
يعني استاذ هبه، لو اللوج خطواته احتاجت اكتر من المية دي بيعمل ايه؟ ما انا قلت لحضرتك انا بحدده لما يبقى في حاله معينه، لما يبقى انا مش محتاجه الملف اللوج قوي، تمام؟ هو ساعتها بيقف عند المية، ما بيعملش حاجه تانية اكتر من كده، بيضغط نفسه لحد المية وما بيسجلش بعد كده. هو هل البرنامج حساس من حالة الحروف؟ ليه تم تحديد مساحة ولما بيزيد 5 مش ممكن تدخل بيانات أكبر من 5، ولما المساحة تزيد عن الحجم المحدد للزيادة إيه اللي يحصل؟ هو بيحاول يضغط نفسه على قد ما يقدر، تمام، إن هو يظبط الحجم بتاعه في المكان دوت. أنا بقى ببقى مظبطاه بطريقة معينة بحيث يطلع لي رسائل إن الحجم ده وصل عندي، ساعتها انا اقدر افكه شويه او افتحه شويه يقدر يدخل لي بيانات اكتر. بس ال 100 ميجا يا جماعه حجم كويس، مش وحش بالنسبه اللي هي الاماكن الصغيره، احنا بنتكلم على مكان صغير مش بنتكلم على مكان كبير، تمام؟ ما هو ده نفس الكلام اللي انا بقوله، احنا دخلنا في سيكوال من غير ما نعرف مبادئ الكتابه في سيكوال. يعني ايه مبادئ الكتابه في سيكوال انجينير معتز باشمهندس معتز؟ ما انا قلت السيكوال لغه سهله جدا، هما كام كلمه انا بكتب بيهم، هي دي مبادئ الكتابه اللي انا بعلمها لحضرتك. في سؤال واحد اتسال لي دلوقتي قال لي هل هو حساس لحاله الحرف؟ احنا الكلام ده احنا هنجربه بايدينا دلوقتي، احنا هنكتب جمله مثلا الكريت دي هنكتبها بحروف كابيتال ونشوفه هيقول ايه. استاذ محمد دكتور ولا استاذ ام دكتور؟ تمام، انا البرنامج انا حاطه لحضراتكم اللينكات بتاعته، وبرده انا اديته للدعم الفني، استاذنوا الجماعه يرفعوه لحضراتكم. يعني انا عايز في الاوريكال بدايه سيلكت. لا احنا لسه ما دخلناش في سيلكت، احنا لسه ما عملناش جدول، احنا لسه بنعمل في قاعده البيانات فاضيه من بره. اللينك مش شغال؟ لا هو شغال بس جوجل بيطلع عليه رساله، معرفش هو جوجل على كام موقع كده عملهم معايا النهارده، فانا بقيت بقول له ادخل، كان بيطلع تحذير ان في فيروس في الموقع ده، بس هو الموقع ما فيهوش فيروس يا جماعه ما تقلقوش. سؤال، يا ريت يرفعوا اللينكات. ممكن اعدل اللغه بعد الكتابه؟ يعني ايه اعدل اللغه بعد الكتابه؟ هل في كتاب للكورس؟ اه في كتاب يا جماعه للكورس، انا هوريه لحضراتكم دلوقتي. اه طبعا لو حجم قاعده البيانات بتاعتي زاد، لو انا مدخله فيها بيانات كتير بيأثر عندي على سرعه التنفيذ، بياخد وقت عقبال ما بيلف وبيجيب لي البيانات. الدعم الفني هيجيب لحضرتك اللينك. بالنسبه للسيكوال انا مش فاكره والله بالظبط هو ممكن يخزن لحد قد ايه، مش فاكره بجد، هي معلومه فعلا موجوده بس انا نسيتها والله. ازاي اضع كومنت على الكود بتاعي؟ هوري حضرتك ازاي تحط كومنت دلوقتي. تقريبا 2 تيرا حاجه كده، اه تقريبا 2 تيرا. هو الجهاز لازم يبقى عالي شويه لان السيكوال سيرفر يعني هيبقى محتاج. انا جايبه لحضرتك كتاب عن كل اللي هي الاديشنز اللي موجوده، برضو على حسب، يعني لو حضرتك هتستعمل سيكوال اكسبريس مش هتحتاج جهاز عالي. هقول لحضرتك ازاي تغيره دلوقتي، هقول لحضرتك استاذه هاله ازاي تغيري الحجم دلوقتي. قول لحضرتك يا استاذ عبد الله ازاي برضه تغير الحجم دلوقتي. المتطلبات انا يا جماعه انا حاطه البتاع هوريه لحضرتك استاذ مجدي. بصوا يا جماعه عندي هنا ليسون 1، تمام، ليسون 1 كل الكلام اللي احنا بنشرحه النهارده انا حطاه عندي، انا عامله كتب للدبلومه كامله خلاص، بس انا هدي لحد حد معين منها. لو لقيت ان في استجابه، يعني السيكوال مثلا اهو السيكوال كامل اهو
هم 10 دروس اللي انا هديهم. السيكوال كل درس بدرسه، في ايه درس موجود عندي انا حاطه فيه البي دي اف، حاطه فيه الامثله اللي احنا هناخدها، يعني دي الامثله اللي احنا اخدناها النهارده انا هفتحها لحضراتكم. ده طبعا امتداده اس كيو ال، تمام، امتداد اس كيو ال انا هفتحها لحضراتكم اهو، تمام. كرييت داتا بيز، الداتا بيز اون برايمري، كل الامثله اللي احنا اخدناها اهي، تمام، باللي احنا هناخدها كامله النهارده دي موجوده كامله في ملف لوحده. ادي ليسون 1 اللي موجود عندي، تمام. موجود عندي كمان هنا الملف ده، ده فيه ايه يا جماعه؟ ده فيه اللي هو الفيديو اللي موجود عندي، الفيديو بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الفيديو اهو، تمام. الكلام ده كله هيتسجل، كل محاضره وهرفعه لحضراتكم، كل محاضره انا هسجله وهرفعه لحضراتكم، بس الكلام ده لحد وقت معين، بعد كده انا هستأذنكم حضراتكم اللي هتجربوا. خلاص، زي ما تحبوا، انا ما عنديش اي مشكله في اي حاجه، ماشي. بس ده مش وقته دلوقتي يا جماعه نتكلم عن الماتيريال، خلاص. احنا هنكمل بس شغلنا، هنكمل شغلنا جماعه. انا استاذنكم الاسئله في اللي عدى، الاسئله في اللي عدى بس، الاسئله في الحاجات اللي عدت. او ممكن ازود حجم قاعده البيانات، تمام. انا هوري حضرتك ازاي. استاذ احمد حضرتك سالت في ايه؟ هوري حضرتك استاذ علاء. بالنسبه للقيود يفضل تكون في قاعده البيانات ولا لغه البرمجه ولا في الاثنين مع بعض؟ برضو السؤال ده سابق الاوان استاذ احمد. خلينا دلوقتي لما نعرف الاول القيود اللي انا هقدر اعملها ايه، خلاص، واعملها هنا، وبعدين نعرف انا ممكن اعمل ايه بالبرمجه، وبعدين حضرتك تبقى تختار ايه اللي يناسبك. ازاي اقدر حد اقلل من حجم اللوك؟ هو انا بعد ما انا حطيت الحجم ده انا مش هينفع اقل عنه، يعني انا ممكن ازود الحجم ما اقلش عنه. انا هوري حضرتك دلوقتي واحنا شغالين ان انا هروح واغير في الحجم ده بزياده او بالنقصان، وهنشوف ايه الرسائل اللي هتطلع لي. ايه الفرق ما بين الاوريكل والسي شارب؟ طيب استاذ 1 2 3، نخلي سؤال بالاخر المحاضره استاذنك، انا عايزه الاسئله في الحاجه في الجزء اللي انا شرحته. مش الانترنت سيرفر يوزر بدل الدوت، الكلام ده احنا هنعمله بس قدام شويه لما نيجي ناخد السكيورتي. استاذه شيماء، ما مش هيعمل عندي اي تاثير خالص استاذ مصطفى او باشمهندس مصطفى، مش هيعمل عندي اي تاثير خالص غير انه هياخد من حجم الهارد بتاعي، من المساحه التخزينيه بس. تمام، ممكن ندخل. طيب قبل ما اكمل دلوقتي، احنا شفنا على السي عندي، شفنا ان انا عندي ملفين، هما دول الملفين بس اللي انا اقدر اعملهم في قواعد البيانات، ولا في ملفات تانية أنا ممكن أعملها؟ لو أنا عندي قاعدة البيانات يا جماعة كبيرة شوية، تمام؟ يعني أنا عاملة قاعدة بيانات كبيرة شوية، ساعتها أنا ممكن أقسم البيانات اللي في البرايمري دي تتقسم على ملفين، تتحط جزء في البرايمري ويتحط جزء تاني في ملف تاني اسمه السكندري، وعدد ملفات السكندري اللي موجودة عندي ممكن تزيد زي ما أنت عايز. بمعنى ناس اللي سالوني انا ازاي اكبر حجم قاعده البيانات اللي موجوده عندي، اعمل ملف سكندري، زود ملف سكندري، ساعتها انت كده بتزود في الحجم اللي موجود عندك. ازاي بقى اقدر اعمل ملف سكندري؟ وايه هو الملف السكندري ده؟ الملف السكندري ده حاجه كده تابعه للملف البرايمري اللي موجود عندي. يعني ايه حاجه تابعه للملف البرايمري؟ البيانات اللي موجوده عندي، احنا قلنا ان البرايمري بيخزن كل حاجه موجوده في قاعده البيانات، البيانات اللي موجوده في البرايمري احنا كده كاننا بنقول نقسمها بالنص، حط جزء في البرايمري وحط جزء في السكندري، او خد شوف زي ما انت عايز، حط جزء من البيانات دي هنا حط جزء من البيانات اللي موجوده عندك هنا. طب مين اللي بيعمل الموضوع ده؟ اللي بيعمل الموضوع ده هو السيرفر. انا بروح وبعمل الملف السكندري وهو بيروح على حسب حجم الداتا اللي موجوده عندي بيقسم، يحط هنا شويه ويحط هنا شويه. ملفات السكندري دي مفتوحه، انا اقدر اعمل منها اللي انا عايزه، تمام؟ طب اعملها ازاي ملف السكندري اللي موجود عندي؟ مش احنا قلنا ان هو مكمل للبرايمري؟ انا باجي من هنا واقول له واه، واروح مديله بيانات الملف السكندري على طول من غير اي حاجه خالص،
ده دي معناها ان انا هكمل جنب الملف البرايمري، كان انا بقول له البرايمري عباره عن ايه؟ البرايمري عباره عن الجزء ده والجزء ده، وهكمل واديله بيانات الملف السكندري. تعالوا بس نعمل الاول دروب لقاعدة البيانات، احنا هنعرف ازاي بعد شويه نعمل الملف السكندري وقاعده البيانات اصلا موجوده، تمام؟ بس انا هعمل دروب ليها عشان خاطر نشوف والثلاث ملفات بيتعاملوا مع بعض. هقول له من هنا دروب للداتابيس، وهقول له من هنا اسمها كمباني، تمام؟ ادي قاعده البيانات اللي عندي. شوف الكلام ده صح؟ اه الكلام ده صح، تمام. اكسكيوت نفذ، تمام الكلام ده اتنفذ، تمام. هنزل دي تحت شويه. اه في حد سالني قال لي ازاي اعمل الجمله دي كومنت، انا عايز اعمل الجمله دي كومنت. كل اللي انا هعمله هاجي كده وهقوم اعمله اللي هي السلاش اللي موجوده عندي دي وجنبها نجمه يا جماعه، وبعدين من الاخر خالص هقوم عامله نجمه وهقوم عامله سلاش كده، اللون اخضر اهو شايفينها كده، بقت جملة كومنتد زي ما احنا شايفين، تمام؟ ادي الجملة اللي موجودة عندي. طب عايز افكها هاجي وامسح، او اجي من هنا واقوم عامله له كده انكومنت. تعالى نخليه هو يعملها من الاول بما انه هو معترض، تمام؟ انا هقوله من هنا بعد اذنك اعمل لي ليها كومنت. شايفين كومنت دي يا جماعة اهي، اعمل لي ليها كومنت، تمام؟ او هاجي من هنا واقوم قايله له من هنا ان كومنت، شيل لي الكومنت بتاعي. طيب انا لما عملت كومنت هو راح رايح وعامل لي دي كده، عامل لي الشرطتين دول. طيب ايه الفرق ما بين الشرطتين دول وما بين اللي انا عملتها من شويه اللي هي دي؟ دي بتتاخد لما يبقى اللي انا هوقفه جمله واحده او سطر واحد زي كده. طب افرض الحاجه اللي انا هوقفها على كام سطر، يعني مثلا انا عايز اقول له من هنا مثلا تعريف، مثلا عايز اقول له من هنا دي طريقه، عايز اقول له من هنا ان دي طريقه عمل قواعد البيانات، تمام؟ ازاي انا بعمل قاعده بيانات، بس انا عايزه اكتب الكلام ده على كام سطر مش سطر واحد، تمام؟ دي هاو تو كرييت داتا بيز ويز فايلز، بالفايلات بالفايلات بتاعتها. الكلام ده انا كاتباه، انا عامله كومنت لكل الجمل اللي هنا، يعني عامله كومنت للسطر ده وعامله كومنت عندي للي جوه ده للي هنا ده للي قبل النجمه اللي موجوده عندي، يعني ممكن اكتب هنا اي حاجه انا عايزاها. عامله كومنت للسطور اللي موجوده عندي للثلاث سطور دول، بيعمل كومنت لكل الحاجات اللي موجوده ما بينها بنفس الطريقه كده. طيب امال دي بقى العلامه اللي موجوده عندي دي، العلامه دي بتعمل لي ايه؟ العلامه دي بتعمل لي كومنت بس على سطر واحد، كومنت على سطر واحد. يعني تعالوا كده نشيل النجمه دي ونشوف نعملها هنا اهي، طبعا هنا كومنت على سطر واحد فمش نافعه، تمام. طيب انا عايزه اعمل كومنت على الجمله دي كلها، تعالوا كده نشوف هو يقدر يعمل لي ايه. انا هاجي كده واقوم عامله، تمام، هو عمل لي كومنت على كل الجمل، مسك سطر سطر وراح عامله لي. لو انا اللي هعمل بايدي هيبقى الموضوع صعب، تمام. فانا باجي من هنا، لو انا اللي هعمل بايدي، لو انا اللي شغاله كود بايدي، باجي من هنا، شايفين النجمه عملت لي كومنت على كل اللي تحتها. طب انا عايزه اقفل الكومنت بتاعتي، هاجي من هنا واقوم عامله كده، تمام. انا كده قفلت الكومنت لحد هنا، في مشكله الكلام ده؟ طيب ده كده بالنسبة للكومنت اللي موجودة عندي. نرجع تاني للملف، الملفات بتاعتي. أنا عندي من هنا الملفات اللي موجودة عندي بعد ما احنا عملنا دروب لقاعدة البيانات، عندي الملفات بتاعتي. احنا اتفقنا إن أنا عندي قاعدة بيانات اسمها كمباني، أنا هعملها، هعمل لها ملفين، ملف البرايمري وملف اللوج. لو أنا ما عملتش الملفات دي هو أوتوماتيك بيعملها وبيعملها في المسار اللي احنا قلنا عليه وبالحجم الافتراضي اللي احنا قلنا عليه. طيب دلوقتي انا هعمله، بس انا مش عايز اعمل ملف برايمري لوحده، ده انا عايز اعمل برايمري وعايزه معاه المساعد اللي هو الملف السكندري، تمام، اللي هو النوع الثالث اللي موجود عندي. النوع الثالث الملف السكندري الامتداد بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى ان دي اف، وبيبقى شبه البرايمري بالظبط. ان دي اف يعني سكندري داتا فايل، تمام، سكندري داتا فايل اللي هو الان دي اف اللي موجود عندي. طيب انا هبتدي برضه زي الملفات اللي فاتت بالظبط، هقول له من هنا النيم، النيم هقول له من هنا كمباني، واقول له من هنا سكندري، تمام. ده الملف السكندري اللي موجود عندي، والفايل نيم بقى اسمه هحطه في نفس المكان معاهم،
او اللي هو الامتداد بتاعه هحطه في نفس المكان بتاعهم. تمام؟ هقول له من هنا بعد اذنك حط لي الملف اللي موجود عندي ده في السي، خلاص. والملف اللي موجود عندي ده هيبقى اسمه company secondary، خلاص. الملف السكندري بتاعي دوت ام دي دوت ام دي اف، ام دي اف، ام دي اف اللي هو السكندري داتا فايل اللي موجود عندي. طيب هقول له من هنا بعد اذنك السايز بتاعي، السايز زيهم بالظبط زي كل الملفات اللي موجوده عندي بالظبط. السايز اللي موجود عندي السايز هيبتدي بعد اذنك من 5 ميجا بايت، تمام. واقول له من هنا الماكس سايز اكبر حجم ممكن انت توصل له ماكس سايز كده، كان انا بكبرها 100 كمان، تمام. طب هو هيعمل ايه؟ هو هيبتدي يحجز المساحه الاولى اللي هي بتاعت البرايمري، حط فيه بيانات البرايمري زاد، هيبتدي يعمل يزود المساحه، يفضل يزود المساحه يزود المساحه لحد ما يوصل لحد ال 100 اللي هم ال 100 ميجا. ساعتها بقى يبتدي يحجز اول 5 في الملف السكندري ويبتدي يزود فيه المعلومات او البيانات اللي موجوده عندي، تمام. طيب الماكس سايز اللي موجود عندي هقول له من هنا ان الماكس سايز اللي موجود عندي ده هقول له بعد اذنك اخر حاجه ممكن توصل لها هي 100 ميجا. طيب كل مره تزيد قد ايه لحد ما توصل لل 100؟ هقول له الفايل جروس بتاعي، جروس بتاعي هيساوي ايه يا جماعه؟ هيساوي زي اللي فاتوا بالظبط 5 ميجا بايت. يبقى انا كده طبعا الفايل جروس انا ما عملتهوش، تمام. يبقى انا كده رحت وعملت الملف السكندري. الملف السكندري ده عباره عن ايه؟ شبه الملف البرايمري بالظبط، زيه بالظبط، تمام. بس انا ممكن احط منه اعداد مهوله زي ما انا عايزه، بس اول ما هو بستعمل البرايمري، لحد ما البرايمري يخلص خالص يبتدي بعدها السكندري ده يبتدي يشتغل، تمام، او يبتدي يخزن جوه السكندري. شوف لي الكلام ده صح يا عم؟ تمام الكلام ده تمام، كله تمام. نفذ الكلام ده، راح ونفذ التلات ملفات. تعالوا بقى نروح عند السي نشوف الملفات اللي موجوده عندي. ادي التلات ملفات اهم، ادي الكمباني ام دي اف، وادي الكمباني ام دي اف، وادي اللوج. شايفين البرايمري والسكندري يا جماعه؟ الاثنين شبه بعض، الاثنين مفيش فرق ما بينهم في الشكل، لان الاثنين زي بعض. السكندري ده مجرد تابع للبرايمري، وقت ما البرايمري ده خلاص حجمه على الاخر خلاص بيبتدي يستعمل السكندري اللي موجود عندي. والسكندري ده زي ما قلنا مفتوح العدد بتاعه من الملفات، ممكن احط فيه العدد اللي انا عايزاه من الملفات عندي، تمام. طيب انا عايزه برضو اعرف الناس في مشكله عندها لحد كده. انا كل اللي انا عملته انا عملت ملف سكندري بس زياده، هو هينات ما بينه وما بين البرايمري. طيب هيل، طيب نكمل. طيب هنكمل المحاضره بتاعتنا. طيب احنا اتفقنا ان البيانات اللي موجوده عندي او دي يا جماعه ممكن اقدر احط اكتر، او سوري الملفات اللي موجوده عندي ممكن اقدر احط اكتر من ملف من ملفات عندي، اكتر من ملف. طيب هو عنده اكتر من ملف بيشتغل فيهم. هو الاول هيدخل على البرايمري، هيبتدي يدخل في الملفات السكندري يبتدي يدور فيها، بس هو بيتوه وبياخد وقت اكتر. فانا كعمليه تنظيميه شويه بحط له حاجه اسمها فايل جروب. ايه الفايل جروب ده؟ زي منظم كده بحط له فيها الملفات السكندري، بيبتدي يدور هو فيها، بيبتدي يدور جواها زي بالظبط الورق بتاعي، كان انا فاصله الورق بتاعي حاطه الورق بتاعي جوه مجلد او جوه ملف مثلا معين. اهو انا بالظبط كده عامله فايل جروب، عامله زي مثلا جيب او زي حاجه حاطه الملفات السكندري لوحدها فيها، كنوع من انواع التنظيم والتحسين من اداء السيرفر بس، تمام. خطوه تكميليه موجوده عندي، هو اوتوماتيك باي ديفولت، هو عنده فايل جروب واحده، اوتوماتيك باي ديفولت عنده فايل جروب واحده. يبقى انا خلي بالي يا جماعه ان انا عندي من البرايمري ملف واحد ومن اللوج ملف واحد، لكن السكندري عدده بيزيد زي ما انت عايز، تمام. ممكن اعمل قاعده البيانات وازود عليها ملف سكندري بعد كده عشان نزود حجمها زي ما انا عايزه، لان السكندري اللي موجود عندي بيعمل ايه؟ عباره عن مكمل العمل بتاع اللي هو البرايمري، كان انا بزيد شويه من الحجم بتاعي، خلاص. طيب اللي هي الفايل جروب او العمليه التنظيميه دي انا بعملها ازاي؟ مش انا قلت له من هنا اعملي سكندري على طول؟ مش انا قلت له من هنا والملف السكندري اللي هو عندك ده؟ انا بدل ما هعمل كده، تمام، هو اوتوماتيك عارف ان ده الملف السكندري، ادام قلت له ده البرايمري وقمت مكمله، هو اوتوماتيك عارف ان ده السكندري. انا كل اللي انا هعمله هاجي جنب الوا دي واقول له الكلام ده هيتحط في فايل جروب، الفايل جروب اللي موجود عندي دي
اسمها هسميها له. الفايل جروب دي انا هسميها ايه؟ هسميها مثلا من هنا كمباني جروب، كمباني جروب. ده كل اللي انا هعمله. انا هقول له من هنا الكلام ده هيتحط جوه فايل جروب. الفايل جروب اللي موجوده عندي دي هسميها ايه؟ هسميها كمباني جروب زي ما احنا شايفين كده. تعالوا نشوف الكلام ده صح ولا غلط. تمام الكلام ده صح، بس طبعا انا قاعده البيانات اللي موجوده عندي معموله اصلا وجاهزه موجوده. فانا هاجي من هنا هقول له بعد اذنك ان كومنت لي، ما تعمليش ليها كومنت، وبعدين اعمل لي اكسكيوت وقعلي قاعده البيانات. انا طبعا الفايل جروب دي عمليه تنظيميه، انا مش هشوفها جوه الملفات بتاعتي اللي هنا، يعني انا مش هشوفها، مش هلاقيها اتعملت هنا، مش هتبقى موجوده عندي هنا، لا. امال هتبقى موجوده فين؟ دي عمليه تنظيميه جوه السيرفر نفسه، انا مش هشوفها. تمام؟ فانا هاجي من هنا واقوم قايله له اعمل لي نفذ لي الكلام ده كله اهو اكسكيوت، هيبتدي يروح وينفذ نفذ، وحط لي الملف السكندري اللي موجود عندي جوه الفايل جروب اللي انا قلت له عليها. الفايل جروب اللي موجود عندي دي قلت له ايه يا جماعه عليها؟ قلت له الفايل جروب دي هيبقى اسمها ايه؟ تعالوا كده ننزلها تحت عشان الناس تبقى شايفه. الفايل جروب اللي موجود عندي دي قلت له هيبقى اسمها كمباني جروب. الكمباني جروب دي حط لي فيها الملف السكندري الاولاني. تمام؟ طيب افرض انا عايزه اضيف ملف تاني، ملف سكندري تاني، ونفس الفايل جروب دي، نفس قاعده البيانات، يعني قاعده البيانات موجوده اهي زي ما هي، تمام؟ انا عايزه اروح واضيف عندي فايل تاني، فايل سكندري، عايزه اضيف واكبر الحجم شويه. احنا اتفقنا من شويه هنا عندي ان انا الدي دي ال اللي موجوده عندي فيها كرييت وفيها دروب وفيها كلمة كمان اللي هي كلمة ايه؟ ألتر للتعديل، عشان أضيف حاجة، عشان أعرف حاجة جديدة. طب أنا عايزة دلوقتي أضيف أعمل آد لملف جديد، عايزة أعمل آد لملف جديد، يبقى أنا هعمل دلوقتي تغيير في قاعدة البيانات اللي أنا لسه معرفها من شوية، فأنا هستعمل الجملة دي اللي هي جملة ألتر، تمام؟ أنا عايزة أفهمه إن أنا عايزة أعمل ألتر جوه قاعدة البيانات بتاعتي، فهقول له من هنا بعد إذنك ألتر، ألتر داتابيز، تمام؟ واقول له من هنا اسمها كمباني. طيب انت عايز تعمل الالتر بانك انت تعمل ايه؟ عايزه اروح واضيف فايل، عايزه اقول له من هنا اد فايل، وهبتدي اقول له من هنا بياناته عادي خالص كان انا بكلم شخص عادي، بس في الاخر خالص بعد ما اقول له البيانات انا عايزه اقول له الكلام ده هينضاف لمين؟ عايزه اقول له الكلام ده هينضاف لمين؟ تو فايل جروب، عايزه اقول له ان الكلام ده هينضاف للفايل جروب. الفايل جروب اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها كمباني، كمباني جروب ايه، بس هتاكد من اسمها كمباني جروب. تمام سي ام بي، عايزه اقول له بعد اذنك ضيف لي الكلام ده، ضيف لي الفايل الجديد ده للكمباني جروب. طب وهحط هنا ايه؟ هبتدي احط بياناته. اخلي بالي ان انا ما اعملش بنفس اسم الملف السكندري اللي هنا اللي فوق، انا هعمل واحد تاني. هقول له من هنا ايه؟ هبتدي اقول له ان النيم بتاعي، هقول له من هنا الملف السكندري الجديد بقى هيبقى اسمه ايه؟ هقول له من هنا بعد اذنك الملف السكندري الجديد هيبقى اسمه مثلا سي ام بي اس ام. الفرق ما بينه وما بين اللي فوق حرف الاو زي ما حضراتكم شايفين، تمام؟ طيب المكان بتاعه والفايل نيم جنب اخواته، الفايل نيم اللي موجود عندي حطه لي بعد اذنك في السي، حطه لي في السي، هيبقى اسمه ايه؟ نفس الاسم سي ام بي اس ام السكندري، تمام؟ طيب الامتداد بتاعه ده ملف سكندري ام دي اف. طيب عايزه دلوقتي اقول له ايه؟ عايزه اقول له دلوقتي السايز بتاعي، انا عند حجم معين بس انا البيانات بتاعتي زادت، فانا هكبر دلوقتي في الحجم بتاعي، فاقول له من هنا السايز بتاعي، السايز بتاعي هيساوي كام؟ ايه هيساوي؟ هقول له من هنا بس ميجا برضه بنفس الطريقه. طيب عايزه اقول له من هنا السايز ده بعد اذنك اخر حاجه يقدر يوصل لها الماكس سايز بتاعي، تمام؟ الماكس هيوصل عندي ل 100، انا كده بزودها بمقدار 100 تقريبا، وعايز اقول له من هنا بعد اذنك كل مره لحد ما يوصل ل 100 دي تزود لي الفايل جروس بتاعي، هيساوي عندي 5 ميجا بايت، تمام؟ طيب تعالى كده نشوف الكلام ده صح ولا غلط.
ناخده كله كده على بعضه ونشوف الكلام ده صح ولا غلط. الكلام ده صح، اكسكيوت الكلام دوت، راح ونفذ. تعالوا بقى نشوف الملف السكندري الجديد. بصوا كده يا جماعه الملفات اللي موجوده عندي، ادي الملف البرايمري الاولاني ال MDF، وادي الملف السكندري الاولاني اللي انا عملته اللي هو كومب اس ان، وادي الملف السكندري الثاني اللي انا عملته، وادي الملف اللي هو بتاع اللوج بتاعي. الكلام ده فيه اي مشاكل بالنسبه لاي حد؟ الكلام ده فيه اي مشاكل بالنسبه لاي حد؟ انا كده زودت قاعده البيانات بتاعتي. تمام، هايل. انا كده زودت ملف عندي في قاعده البيانات بعد ما اتعملت وخلاص واتحطت، انا كده زودت عندي ملف. طيب عايزه دلوقتي، في حد كان سالني من شويه قال لي الملفات دي انا عامل لها حجم معين، ينفع اكبرها او ينفع اصغرها؟ احنا عايزين نشوف يعني مثلا الملف ده، الملف اللي هو السكندري اللي موجود عندي ده، تمام، الملف السكندري اللي موجود عندي ده، انا عايز اعرف الملف ده اقدر اغير فيه الحجم بتاعه بزياده ولا بالنقصان؟ تعالوا كده نقول له بعد اذنك اعمل لي، انا برضو هغير في قاعده البيانات بتاعتي، فانا عايز اقول له من هنا الالتر داتابيز كمباني، بس بعد اذنك المره دي بقى انت هتعمل لي ايه؟ انا المره دي مش عايز اعمل اد للفايل ده، هو الفايل موجود اوتوماتيك، ده انا المره دي انا عايز اعمل له ايه؟ انا عايز اعمل له موديفاي، عايز اعدل فيه حاجات، خلاص؟ عايز اقول له من هنا موديفاي، موديفاي لمين؟ موديفاي للفايل، وابتدي اقول له البيانات الجديده بدلاله مو، البيانات الجديده بدلاله الاسم. طب انت هتغير في مين؟ انا هغير في الملف اللي موجود عندي اللي هو السكندري اللي موجود في المكان الفلاني اهو، الملف السكندري، بس انا جبته كده عشان ما اتلخبطش في الاسم، عشان ما اغلطش في الاسم. تمام؟ ادي الملف، النيم بتاعي اللي موجود ادي كومباني سكندري، تمام؟ والفايل نيم اللي هو موجود في المكان دوت، احنا طبعا كنا قايلين له ابتدي بخمسه وزود خمسه كل مره لحد ما توصل 100، طب تعالوا بقى نقلل، انا هقول له من هنا السايز اللي موجود عندي هيساوي 4 ميجا بايت، وهقول له من هنا، انا كده بقلل اهو، وهقول له من هنا الماكس سايز اللي موجود عندي، هقول له من هنا هيساوي، وهقول له مثلا هنا 90 ميجا بايت، وهقول له من هنا بعد اذنك والفايل جروس بتاعي، فايل جروس بتاعي، هقول له من هنا كل مره زود لي 4 ميجا بايت لحد ما توصل لحد الاخر. تعالوا نشوف الكلام ده صح ولا غلط. تمام، ادي بعد اذنك شوف لي الكلام ده صح ولا غلط، اكسكيوت الكلام ده، الكلام ده صح، تمام، الكلام اللي مكتوب ده صح. طب نفذ بقى الكلام ده صح، ما فيهوش غلطه في الكود، طب نفذ الكلام ده اكسكيوت، طلع لي ايه بقى؟ قال لي السايز اللي انت محدده اللي انت عايز تعدله عندي ليزان اور ايه ايكوال تو كرنت، يعني معنى كده ان الكلام ده ما ينفعش. طب تعالوا كده نغير بالزياده، تعالوا نغير السايز اللي موجود عندي ده بالزياده، يعني هخليه من هنا 6 وهخليه من هنا 110 وهخليه من هنا 6، نغير السايز في كل حاجه واقول له من هنا نفذ لي الكلام ده. طيب اكسكيوت للكلام ده، الكلام ده حصل له ايه يا جماعه؟ اللي هي الملف اللي موجود عندك ده، الفايل اللي موجود عندي ده موديفايد اتغير خلاص، والباس اللي موجود عندي النيو باس، طبعا انا غيرت بدلاله الاسم بدلاله الباس، خلاص النيو باس ويل بي يوز نيكست تايم، ماشي، الداتا بيز اللي موجوده عندي دي ستارت، اول ما تشغل قاعده البيانات دي او اول ما تبتدي تستعملها المره الجايه هو يبتدي يستعملها من النيو باس اللي موجود عندي، بس انا المره دي انا كنت بلعب في مين؟ انا كنت بلعب في السايز او كنت بلعب في الحجم بتاعي، يبقى انا عرفت ازاي اضيف ملف اقول له من هنا اد، تمام؟ طب اد للملف اللي احنا عملناه فوق، التر للداتا بيز وقلت له من هنا اد، افرض انا ما ضفتش دي، افرض انا ما ضفتش دي، مش احنا اتفقنا ان في فايل جروب معموله اوتوماتيك باي ديفولت هو عاملها لي؟ هو حاططها لي اوتوماتيك، تمام؟ طب هو عاملها لي فين يا جماعه؟ مش احنا اتفقنا ان انا عندي قاعده بيانات اسمها موديل، الموديل دي بتبقى عباره عن قاعده بيانات قالب بياخد منها نسخه ويديها لي اعمل عليها قاعده البيانات الجديده؟ هي دي بقى الخصائص الاوليه او الحاجات اللي هي الديفولت اللي موجوده فيها، ان هي بتبقى جايه لي، القالب اللي بيبقى جاي لي عشان اشتغل عليه بيبقى فيه فايل جروب واحده بتبقى خاصه بالسيستم نفسه، انت ممكن تروح وتزود فايل جروبس ثانيه وتروح وتحط فيها بقى اللي انت عايزه،
تمام. انا رحت وزودت، حطيت فايل جروب واحده خاصه بيا انا، وحطيت فيها الملفات بتاعتي. لو انا شلت فايل جروب اللي انا حطيتها فوق دي، هو اوتوماتيك هيروح ويضيف في الاساسيه اللي موجوده عندي. تمام، يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي اضيف فايل. رحت عملت التر للداتابيز وقلت له اد فايل، ورحت دلوقتي وقلت له التر للداتابيز وقلت له من هنا اعمل لي موديفاي للفايل اللي موجود عندي. طب افرض انا مش عايزه الفايل ده خالص، الفايل ده زياده، انا عملته في الاول قبل ما استعمل قاعده البيانات، تمام، عملته فوق خالص وانا بعرفها، رحت رايحه عامله الملف اللي موجود عندي ده وانا دلوقتي مش محتاجاه له، عايز اروح واشيله، هبتدي اقول له من هنا ايه؟ عايز اقول له انا قلت له من هنا، لما جيت اضيفه قلت له من هنا ايه؟ لما جيت اعدل فيه قلت له من هنا ايه؟ قلت له من هنا موديفاي. طب انا افرض انا عايز اشيله، كل اللي انا هعمله هعمل التر تاني للداتابيز، التر داتا بيز. الكلام سهل جدا، كان انا بكلم واحد، التر داتا بيز اسمها كمباني، وهقول له من هنا بعد اذنك قاعده البيانات اللي اسمها كمباني دي روح واعمل لي ليها ريموف للفايل. الفايل بقى اللي اسمه ايه؟ انا عايز اروح واشيل الفايل مثلا اللي اسمه كمباني اللي موجود عندي ده، انا هروح واخد الفايل اللي انا لسه معدله او مكبره حجمه اهو، ده من شويه انا مش محتاجه له. انتوا شايفين احنا لما رحنا من شويه الملف ده موجود عندي، موجود عندي على السي، المكان ده اهو، الملف ده موجود عندي على السي اهو، ادي الكمباني اللي انا لسه معدله حجمه من شويه اهو، خلاص؟ طيب الكلام دوت انا مش عايزاه، الملف اللي موجود عندي ده انا مش عايزاه، انا عايز اشيله، ادي الكمباني اهو، عايز اقول له من هنا بعد اذنك، او احنا هنشتغل على مين؟ هنشتغل على اللي هو الكمباني اس ان اللي موجود عندي، الملف الاولاني، بقول له من هنا اعمل لي ريموف، فانا هاجي من هنا واشوف الكلام ده صح ولا غلط. الكلام ده تمام صح؟